بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكل مشاهدينا في قناة الحياة، حلقة جديدة مع كورة كل يوم. إن شاء الله نستمتع بحلقة مميزة النهاردة بإذن الله، وتكون حلقة مميزة إن شاء الله. النهاردة طبعا مفيش ماتشات في الدوري، امبارح كان نهاية الجولة الـ 12، هنبدأ يوم الأربعاء بعد بكرة إن شاء الله الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز. فالنهاردة هيبقى عندنا أخبار كتير، وعندنا حاجات حصلت، وعندنا كمان بطولة كأس الخليج اللي شغالة دلوقتي في العراق ما بين المنتخبات الخليجية. هنعرف نتائج النهاردة الجولة الثانية في البطولة، وهنشوف الأهداف ونعرف يعني كل تفاصيل بطولة كأس الخليج. وكمان هيكون الجزء الثاني من حلقتنا إن شاء الله النهاردة الأستاذ أحمد القصاص، دوري الممتاز بيه. هنعرف بقى كل نتائج دوري الممتاز بيه والأهداف، وزي ما أنتم متعودين دايما كل أسبوع يعني بنعرف بيبقى في حلقة كده جزء مخصص عن بطولة دوري الممتاز بيه أو دوري القسم الثاني إن شاء الله. طيب أول حاجة النهاردة هبدأ من الزمالك. يعني الحمد لله أحمد فتوح كان طبعا رئيس نادي الزمالك الفترة اللي فاتت كان زعلان من أحمد فتوح وطلع وهاجمه وكلام ده. النهاردة الحمد لله يعني الأمور انتهت والموضوع أحمد فتوح اتقفل. إيه اللي حصل؟ كابتن إسماعيل يوسف تواصل مع أحمد فتوح وقرب المسافات بينه أو بين وجهات النظر ما بين الأستاذ مرتضى منصور وأحمد فتوح لاعب نادي الزمالك. وأحمد فتوح كلم الأستاذ مرتضى منصور رئيس النادي في التليفون واعتذر له، وبعديها بعد الاعتذار ده الأستاذ مرتضى قال له تعالى على النادي. راح أحمد فتوح على النادي وعمل جلسة مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وانتهت القصة وانتهت المشكلة. ولكن يبقى بقى لسه أن منظمة المنشطات هي لازم هتعمل تحليل لأحمد فتوح وعبد الله جمعة خلال الفترة القادمة. لكن أنا يعني عاجبني اللي حصل ده النهاردة، على أساس أن خلاص الدنيا تتقفل بقى والزمالك يركز الفترة الجاية، أن الزمالك يعني مش ناقص مشاكل. وأحمد فتوح برضه من اللعيبة الزملكاوية اللي تربى في النادي، من اللعيبة المهمة كمان في الفريق. ويعني كابتن إسماعيل يوسف قدر يخلص القصة من خلال مستشار مرتضى منصور وتواصل مع اللاعب، واللاعب اعتذر لرئيس النادي. وايضا ده يعني الصوره دي حتى احمد فتوح منزلها على الانستجرام، ان هو طبعا يعني نادي الزمالك في قلبه وشعار نادي الزمالك وهو بيحب نادي الزمالك. وانتهت القصه، وكمان عرفت من داخل النادي ان برضو الخصومات اللي كان عاملها مجلس اداره نادي الزمالك على احمد فتوح وعبد الله جمعه هتتخفف، او ممكن ما تكونش موجوده خالص، الخصومات الماليه يعني ما تكونش موجوده خالص خلال الفتره القادمه. برضو الزمالك عمال يدعبس على مهاجم، وخلي بالكوا في اتصالات بتحصل اليومين اللي فاتوا ما بين الزمالك، اداره الزمالك واداره سيراميكا، اداره الزمالك واداره سيراميكا. وحتى حصل مكالمه تليفونيه عشان جون ايبوكا مهاجم نادي سيراميكا، الزمالك عايز ياخد جون ايبوكا، والزمالك مركز جدا ان هو يجيب جون ايبوكا خلال الفتره الحاليه. وحصل تليفون امبارح ما بين جون ايبوكا واحد المسؤولين الكبار في نادي الزمالك عشان يشوف جون ايبوكا عنده رغبه في اللعب لنادي الزمالك ولا لا. وعرفت كمان ان حصل تواصل ما بين اداره الزمالك واداره سيراميكا عشان جون ايبوكا، ونادي سيراميكا طالب فيه 30 مليون جنيه مصري بالاضافه الى 2-3 لعيبه كمان. يبقى يعني الزمالك يدفع 30 مليون جنيه لسيراميكا، وسيراميكا ياخد 2-3 لعيبه من الزمالك فوق جون ايبوكا، فوق جون ايبوك. فده وبرضه سامع برضه ان النادي الاهلي داخل في الصفقه، داخل برضه عايز يشتري جون ايبوك، وفي تواصل ما بين اداره الاهلي واداره سيراميكا عشان برضه الاهلي محتاج مهاجم صريح. فالقصه دلوقتي على جون ايبوك. الزمالك عايز جون ايبوك بس؟ لا، الزمالك فاتح خط مع اكتر من وكيل لاعبين عشان عايز يجيب مهاجم، عايز يجيب مهاجم، لازم هيجيب مهاجم في شهر يناير القادم. لو جون ايبوك الامور ما تمتش، في لاعب اللي هو الكاميروني اسمه جويل تاجوي، ده بيلعب في نادي ماريتمو البرتغالي. وكنت قلت لكم ان نادي الزمالك من فتره برضه حوالي شهر او شهرين حاطط عينه على اللاعب ده. كمان موضوع عبد الله السعيد ما اتقفلش، خلي بالكم موضوع عبد الله السعيد ما اتقفلش. ويمكن عبد الله السعيد كمان من خلال يعني بعض الاصدقاء المقربين منه عنده رغبه عايز يلعب في نادي الزمالك، عايز ياخد السنه ونص اللي جايين دول يعني 6 شهور والسنه اللي جايه عايز يخوض تجربه نادي الزمالك. ولكن
نادي بيراميدز متمسك جدا بعبد الله السعيد، و يعني مش عايز يفرط في عبد الله السعيد بالسهوله، لكن في رغبه لعبد الله السعيد ان هو يلعب في نادي الزمالك خلال الفتره القادمه، والزمالك عنده رغبه ايضا، الزمالك عنده رغبه ايضا في عبد الله السعيد. طب ايه اللي موقف القصه؟ في مباراه ما بين الفرقتين، ما بين الزمالك وبيراميدز يوم 16 يناير في الدور قبل نهائي لبطوله كاس مصر. فقال لك يعني المسؤولين في نادي بيراميدز قال لك مش هنتكلم في حاجه خالص خالص بخصوص عبد الله السعيد او اي حاجه ثانيه غير بعد ما ماتش الزمالك وبيراميدز يتلعب في الدور قبل النهائي لبطوله كاس مصر، يعني بعد يوم 16 يناير ممكن الموضوع يتفتح مره اخرى بالنسبه لعبد الله السعيد. وافتكروا الكلام اللي انا بقوله لكم، يعني الزمالك هيسافر بكره اسكندريه عشان عنده مباراه ان شاء الله يوم الاربعاء مع الاتحاد السكندري في اسكندريه، فبكره في معسكر لنادي الزمالك في اسكندريه. والكلام الفتره اللي فاتت ان يعني هل مباراه الزمالك وبيراميدز هيبقى حكم مصري ولا حكم اجنبي؟ الكلام طالع من داخل لجنه الحكام، لا ان في حكم مصري او حكام مصريين هم اللي هيحكموا المباراه، ولا الزمالك طلب حكم اجنبي ولا بيراميدز طلب حكم اجنبي. فمباراه الزمالك وبيراميدز في كاس مصر في الدور قبل نهائي كاس مصر يوم 16 يناير ان شاء الله هتكون بطاقم تحكيم مصري، وفي بعض الاسماء الكبيره الحكام الكبار مرشحين لادارتها زي مثلا كابتن محمود البنا. زي كابتن محمود البنا عنده خبرات كبيره وهو ممكن يكون هو الاقرب لاداره مباراه الزمالك وبيراميدز اللي هي المباراه الدور قبل نهائي كاس مصر يوم 16 يناير. خلي بالكم الاهلي هيلاعب سموحه 17 يناير والزمالك هيلاعب بيراميدز 16 يناير، الماتشين في الدور قبل النهائي لبطوله كاس مصر. كابتن عامر حسين رئيس لجنه المسابقات في رابطه الانديه قال ان هو انتوا عارفين نادي الزمالك بيلعب ماتشاته على استاد القاهره، الزمالك والاهلي والبنك الاهلي وسيراميكا، الاربع فرق دول بيلعبوا ماتشاتهم على استاد القاهره، فهيبقى في تداخل اثناء اقامه بطوله امم افريقيا للشباب. انتوا عارفين بطوله امم افريقيا للشباب هتقام في مصر بدايه من 11 فبراير، وبالتالي هيبقى في نقل لبعض الماتشات للفرق دي، الزمالك والاهلي وسيراميكا بنك الاهلي. هنشوف طبعا لسه يعني جدول البطوله مع هل متعارض مع بعض الماتشات في الـ في الـ في الـ في الدوري المصري مع الفرق اللي بتلعب على استاد القاهره. لكن يعني بالنسبه لنادي الزمالك قال هيتم نقل مباراه واحده للزمالك خارج استاد القاهره اثناء اقامه البطوله. خلي بالكم البطوله برده مش هتتلعب بس في استاد القاهره، هتتلعب على ملاعب مختلفة يعني بطولة أمم أفريقيا. طيب ده بالنسبة لنادي الزمالك. وفي خبر أخير برضو لنادي الزمالك إن يوسف أوباما خلاص يعني بنسبة 99% بيقترب من الاحتراف في نادي الحزم السعودي على سبيل الإعارة. يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك بيقترب من الانضمام إلى نادي الحزم السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، وممكن يحطه في عقده بند أحقية شراء في نادي الحزم السعودي. حازم إمام لاعب الزمالك، حازم إمام الصغير لاعب الزمالك اللي كان مع نادي الزمالك لغاية السنة اللي فاتت، قرر خلاص اعتزال كرة القدم وهيتجه للعمل في قطاع الناشئين في نادي الزمالك. حازم طبعا من اللعيبة اللي أدت نادي الزمالك كتير ومن اللعيبة الرجالة جدا، وحازم من ناشئين نادي الزمالك كمان يعني طول عمره في نادي الزمالك، طلع شويه راح الاتحاد السكندري اعاره ورجع تاني فترات بسيطه، لكن حازم قرر اعتزال كره القدم والاتجاه للعمل في قطاع الناشئين في نادي الزمالك. طيب خلينا نروح لاحد المدربين اللي عمل طفره الفتره اللي فاتت في بطوله الدوري الممتاز وعمل نتائج رائعه، يعني كابتن ايمن الرمادي طبعا مدرب نادي اسوان، كلنا شايفين طبعا الطفره الكبيره في النتائج بتاعه اسوان واداء نادي اسوان الفتره اللي فاتت منذ تولي الكابتن ايمن الرمادي. نادي اسوان عامل ماتشات كويسه جدا وكسبان ماتشات كتير، نادي اسوان دلوقتي اعتقد 16 نقطه في جدول الترتيب، اسوان 16 في المركز التاسع، فعمل طفره كبيره جدا. وكابتن ايمن برضه ماسك الاسوان في ظروف ماديه صعبه، يعني أسوان من الأندية اللي إمكانياتها المالية مش قوية، ضعيفة إمكانيات المالية، لكن عمل شغل كويس جدا، اشتغل مع اللعيبة رغم إن الموضوع مش سهل عشان تبقوا عارفين، راجل بيجي يمسك فرقة
في المركز الاخير في الجدول، كان نادي اسوان ساعتها ما عندوش اي نقطه. قدر كابتن ايمن الرمادي في حوالي كام ماتش، 7 ماتشات او 8 ماتشات، انه يجيب لنادي اسوان 16 نقطه وينقل اسوان الى المركز التاسع في بطوله الدوري. فطبعا الراجل عامل شغل مميز جدا، ويمكن انا امبارح كمان اتفرجت على فريق اسوان، كنا البنك الاهلي بيلعب ضد اسوان، وشفت الفريق في الملعب، فريق شرس جدا وفريق مميز جدا. معايا على التليفون كابتن ايمن الرمادي مدير الفني لنادي اسوان. كابتن ايمن ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا وسهلا يا كابتن كريم. الله يخليك حضرتك. على مس على حضرتك ومشاهدينك الكرام، وعايز بس الاول اشكرك شكرا جزيلا لان انت ابديت روح رياضيه جميله. اتمنى ان فعلا فعلا ان احنا في مصر يعني فعلا يكون عندنا نفس الروح دي. تعاملت معانا بشياكه مطلقه حتى بعد المباراه، يعني انا بحييك جدا على روحك الرياضيه. الله يخليك. واعتقد ان ده مش غريب عليك. لا ده الطبيعي والله، كلنا كده يعني، ده الطبيعي، احنا اخوات وفي مجال الرياضه والتنافس، يعني ما يخليش ان العلاقه خارج الملعب تبقى مش كويسه، بالعكس علاقه خارج الملعب وداخل الملعب. الله يخليك كابتن ايمن، كنت منضبط انضباط غير عادي وحاجه تشرف. شكرا كابتن، الله يخليك، واحنا بنتشرف بحضرتك دايما يعني. حبيبي ربنا يعزك ويبارك فيك ويبارك لك على المجهود الرائع والنتائج والاداء المميز لنادي اسوان في الفتره الاخيره. انا بشكرك جدا جدا. الاول عايز اقول ان الحقيقه زي ما انا بقول دايما، ودي على فكره مش مبالغه، الفضل لله وحده ثم للعيبه. اللعيبه ابدوا يعني الحقيقه عملوا جهد غير عادي. ايوه. في ايام قليله جدا لعبنا 7 مباريات يمكن في 21 يوم. ايوه. ما بين سفر وتحزين شنط وعوده وسفر وتحزين شنط، الحقيقه اللعيبه يستحقوا كل تقدير واحترام. انا الحقيقه رغم ان انا مشفق عليهم لكن انا سعيد جدا جدا بيهم، ويحتاجوا لان احنا فعلا فعلا نقدرهم تقدير كويس. طبعا طبعا. كابتن ايمن، يعني كلنا طبعا شايفين اداء اسوان وشايفين النتائج وشايفين التميز الفتره اللي فاتت. حضرتك اخر 4 ماتشات كسبان 3، امبي والمصري والزمالك، ومتعادل امبارح مع البنك الاهلي. اكيد برضو الكلام ده مش من فراغ. يعني اول ما مسكت اسوان عايزك تحكي لي كده، يعني استلمت الفرقه وفكرت ازاي، اتكلمت مع اللعيبه ازاي، اتعاملت مع اداره نادي اسوان ازاي، الظروف اللي بتواجهك في اسوان في الفتره الحاليه. يعني عايزك توضح لنا وتوضح لجماهير الكره المصريه الفتره اللي فاتت وعملك مع نادي اسوان. الحقيقه الاول اول حاجه يعني انا بدات مع اسوان واتفقنا اتفاق تام ان احنا هنعزل الفريق وغرفه الملابس عن طبعا المشاكل اللي هي الخارجيه، وخصوصا ان احنا يعني انا مشفق برضه على اسوان من حيث الامكانيات والموضوع ده. ففصلنا الموضوع الفني تماما عن موضوع الامكانيات، لان يا كابتن كريم ما كناش نقدر ابدا ابدا نتعايش مع الاجواء اللي موجوده والحاجات اللي كانت موجوده من حيث الامكانيات. أيوة. نتعايش معاها ونخلطها بالامر الفني. فالحقيقه والاستجابه كانت للعيبه كبيره جدا. اتفقنا ان احنا هنشتغل في الملعب فنيا، وهنشتغل في غرفه الملابس بتاع الفريق بحاله اجتماعيه كانت مميزه جدا. أيوة. وخلي بالك كل ده بسبب ان اللعيبه فعلا لعيبه فعلا اقل ما يقال عنهم ان هم لعيبه محترمين مكافئين. أيوة. عندهم اراده كبيره جدا. فحتى الوقت اللي انا كنت متوقع، ودي على فكره كانت مفاجاه كبيره جدا بالنسبه لي، انا كنت متوقع ان احنا هناخد 4 اسابيع عشان نحفظ اسلوب وستايل اللعب، ما خدناش 12 13 يوم. وفاجئوني الحقيقه برده فعل غير عاديه، ودي كانت امر سعيد جدا جدا بالنسبه لي. أيوة. بالعكس بستمتع بالعمل معاهم. يعني انا الحقيقه لما بشتغل مع لاعب وبحس ان هو بيحفظ بسرعه جزئيات معينه، دي اكتر متعه للمدرب. ايوه. الحقيقه كنا منظمين جدا، ودي الحقيقه زي ما بقول لك انا دوري لو 10% فهو دور فقط تنظيمي، لكن الدور 90% كان تقريبا للاعب. طيب. الامور الفنيه بقى المتعلقه طبعا احنا بنشوفها في الماتشات، العمل الهجومي والعمل الدفاعي والحاجات دي. الحقيقه الحمد لله فريقنا المفروض
ان احنا ان شاء الله في خلال المفروض في خلال الفترات الجايه لو في نصيب يعني ان احنا نشوف تطوير للحاله دي وان شاء الله هيكونوا اقوياء واقوياء جدا. لكن ما زلنا نحتاج لان احنا ننظم الامور بسرعه احسن من كده. طبعا عايز اسالك سؤالين مهمين. السؤال الاول، كل الناس دلوقتي ما شاء الله نتائج كابتن ايمن الرمادي رائعه، فايمن الرمادي لفت الانتباه بالشده في الدوري الممتاز. يعني ادارات كتير في انديه الدوري المصري بص على ايمن الرمادي. هل ايمن الرمادي هيكمل الموسم مع اسوان ولا ممكن شويه كده ونلاقي ايمن الرمادي في نادي اخر؟ شوف، السؤال بتاع حضرتك غايه في الاهم. قولا واحدا، انا السنه دي مش هلعب، مش هشتغل في نادي تاني طبعا. دي قولا واحد. ايوه، اكمل مع اسوان. الحقيقه انا كنت متفق بعض الاتفاقيات، اتمنى ان هي تستكمل، ومنها دعم اللاعبين. كابتن كريم، انت عايش الوضع وعايش الاجواء وعايش المباريات. اول مره في تاريخ الدوري يحصل هذا الانتظام، وبنلعب تقريبا كل 3 ايام بالظبط. لو ما فيش احترام للعوامل الفسيولوجيه للاعب، يبقى انا ما بحترمش اللاعب. ما ينفعش اقول للاعب انا بحترمك وانا مش محترم اصلا قدراته الفسيولوجيه. فعشان كده انا كنت محتاج في يناير، وانا كنت متفق على هذا الموضوع، لدعم. والدعم ده يكون رقم واحد، الدعم ده يكون للعيبه، مش لازم تكون متوهجه توهج كبير، لكن لعيبه تكون شاركه السنه دي. انت عارف يناير ما فيهاش تكييف بالظبط. اللاعب لما بيجي لك في بدايه الموسم ممكن تعمل له اعداد والكلام ده وتيجهز يعني بالظبط. لكن في يناير انت عايز لاعب يجي يلعب، وخصوصا يشيل العبء. عندي انا عندي لعيبه بدات وشها يصفر، بتلعب كل 3 ايام وبيحملوا سفره. طبعا، وعمليه قاسيه جدا جدا، وده مش تقليلا من البدلاء، لكن احنا عندنا العدد اللعيبه اللي هم بيشاركوا في المباريات هم لا يتجاوزوا ال 13 لاعب، وده لا يجوز في ضغط المباريات. أيوة. فالعمليه عمليه فنيه بحته. تمام. انا طلبت الحقيقه ان انا مش كتير، ان انا يكون عندي 2 3 يكونوا مؤثرين، يكونوا بيلعبوا حتى على الاقل لو لعبوا السنه دي اشواط قليله، او لعبوا مثلا او بيتمرنوا مع فرقهم بانتظام. دي هتكون مهمه جدا بالنسبه لي، لان انا في امور فنيه انا حاسبها حسابات شويه. طبعا 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 طبعا. طيب الجزء الثاني بقى المهم، ان انا برضو عايز اقدر اللعيبه دي تقديرا. وعلى فكره انا بالعكس مش بقول ان هم ما بيقدرهمش، الناس اسوان ناس يعني ناس في منتهى الاخلاق الكريمه. طبعا طبعا. لكن برضو حته توفير الحد الادنى من احترام اللاعب في مسكنه، في تغذيته، في سفره، الحاجات دي حد ادنى. مش طالبين حاجه كبيره جدا، لكن طالب حاجه تنظم لي العمل. والحقيقه انا منتظر النهارده. حضرتك تقصد الامور الماديه ومستحقات اللاعبين يعني؟ شوف، هي احنا الحقيقه يعني كمان هنرجع هناخد خطوه كمان لورا، مش مستحقات اللاعبين كمان، لا حكايه الخطوه لورا يعني اكثر اهتماما، يعني معيشة اللاعبين، الفندق اللي اللي بيقعدوا فيه اللاعبين. ايوه. آلية السفر، آلية التدريبات. عايز تحسن الأوضاع المعيشية للفريق يعني. بالظبط بالظبط. ودي حاجة أقل يعني. طبعا يعني طبعا. أنا النهارده يا كابتن كريم، لما معلش أنا آسف، في حاجات ممكن الواحد ما يكونش بيحسبها حساب دقيق. أنا عندي نوم اللاعب وراحته وتغذيته، دي مهمة جدا عشان الريكفري، ولا هو صح الكلام اللي يبقى نظري فقط ونعمل الريكفري بالثلج والكلام ده؟ ما منش يعني الفايدة مش كبيرة جدا. تمام. لكن الحقيقة، ودي أعتقد دي هامش بسيط جدا من احترامنا للاعب يعني. الحاجات دي أنا طلبتها الحقيقة، وأنا منتظر الحقيقة دلوقتي بشوف الرد إيه. لكن تأكد إن أنا لو حصل اعتذار، أنا مستحيل يعني أنا آسف يعني إن أنا اقفز من نادي لنادي. انا اشتغلت مع نادي عجمان 6 سنين، ومع نادي دبي 7 سنين. انت حضرتك انا عارف طبعا، كنت بتكلم متابع حضرتك في الامارات. طبعا صحيح. طبعا. وتحدثنا كثيرا يمكن من 3 4 سنين كده. فانا يعني الحمد لله بفضل الله بحب حكايه مشروع فرقه كره قدم. يعني تاكد ان انا لو اعتذرت، اعتذاري هيكون خاص فقط بان انا مش قادر اوفر الحد الادنى من الحاجه اللي المفروض تعين الفريق،
وساعات اعتذر مش اعتذر عشان خاطر في نادي هو كان بيمضي ولا بتاع، وعشان كده انا خدت قرار بيني وبين نفسي ان انا لو اعتذرت فعلا السنه دي خلاص بالنسبه لي هتكون انتهت، وان شاء الله باذن الله يعني هيكون موسم. لا ان شاء الله ما تعتذرش، وان شاء الله يعني اسوان كلها مجلس الاداره ومحافظ اسوان ورجال الاعمال اللي بيحبوا اسوان يقدروا يساعدوا الفريق، ويعني احنا ما صدقنا فرقه اسوان بقى ليها شكل حلو وبتلعب كوره جميله وعامله نتائج حلوه، فعايزين نحافظ. فيلا بقى يعني دي فرصه ذهبيه لكل ابناء اسوان المسؤولين سواء في النادي مجلس الاداره او المحافظه او رجال الاعمال، وانا عارف برضو في سيده الاعمال الاستاذه عبير بتدعمكم برضو بشكل كويس جدا، يعني عايزين اكتر من حد يقف جنب نادي اسوان في الفتره الحاليه من الناحيه الماليه والامكانيات. صحيح، كلها طبعا كل الشكر والتقدير لكل اللي بيساعد نادي اسوان، وانا على فكره بكرني كل تقدير واحترام لكل الناس طبعا، لكن انا عندي حتى ادنى من التعامل مع فريق كره القدم بغض النظر عن فريق اسوان. ايوه انا اشتغلت يا كابتن كريم في عمان، وعمان اقل امكانيات ماديه في الانديه هنا، لكن هم الحقيقه رغم ان هم اقل امكانيات ماديه لكن هم منظمين جدا جدا طبعا. فاتمنى ان احنا كمان نكون عارفين ان في حد ادنى، الحد الادنى ده لا يمكن نتجاوزه عشان برضه في النهايه نكون محترمين اللاعب وادميت له. كابتن كريم انا عندي اللعيبه تقريبا بتلعب بطاقه 100%. ايوه وفي الاخر احنا لازم نقول لهم شكرا، ولازم شكرا دي تكون مغلفه في حد ادنى من احترامهم في السكن في النوم في السفر. أيه. في بعض المستحقات البسيطه جدا، لان سياده المستشار طلع قبل كده وقال ارقام الفرقه يعني ارقام، يعني انا اعتقد ان هي الحد الادنى للارقام، اعتقد ان في فرق كتيره درجه ثانيه ممكن تكون ارقامها اكبر تدفع اكبر بشكل صح. صحيح. طيب اخر حاجه كابتن ايمن قبل ما اقفل مع حضرتك، وانا سعيد بالحوار ده، لعيبه اسوان دلوقتي بقى في عروض انديه، يعني الانديه بدات تبص وتحط عينيها على لعيبه اسوان زي مثلا كاموني، زي اللي هو المهاجم احمد بالحاج، ميدو مصطفى، في بعض اللعيبه ظهرت بشكل كويس جدا، محمد حمدي زكي. هل لو جت عروض في انديه كبيره وانديه بمبالغ كبيره، هل هتقدر تسيب حد من اللعيبه دي ولا هتعمل ايه؟ شوف، ما هو ده بقى، هو ده بقى التفكير في مشروع كره القدم. ايوه كرة القدم يعني الاحتراف، ما انا مش يعني انا ما اقدرش ابدا اقول لحضرتك رد، لازم دي تدرس من لجنة وتدرس منا جميعا ويتشاف احنا هنستغنى عن مين مثلا بعرض كويس وهنجيب مين، لازم العملية تكون مرتبة عشان خاطر انا بالعكس من حيث المبدأ ما عنديش ابدا ابدا اي مشكلة في هذا الموضوع، لان دي كرة قدم وده احتراف واحنا عشناه بتفاصيله يعني، فما عنديش مانع، لكن ما تبقاش بطريقه ابدا ابدا عشوائيه، لازم تكون مدروسه ويكون معروف المراكز اللي احنا هنستغنى عنها والمراكز اللي هتيجي. تمام. لان ما ينفعش، انا بقول لك انا عندي مجموعه لاعبين مجهدين جدا، فما ينفعش استغنى عن حد الا اذا كنت عارف ان انا هجيب بديله بشكل كويس. طبعا طبعا. بشكرك كابتن ايمن واتمنى لك التوفيق الفتره القادمه مع نادي اسوان. أنا اللي بشكرك جدا. حضرتك إضافة كبيرة للدوري المصري والله. أنا اللي بشكرك جدا، وأنا الحقيقة تعاملت مع مدير كورة محترف. الله يخليك كابتن أيمن. الله يخليك كابتن أيمن. يطبق الفير بلاي وحاجة عظيمة عظيمة، ربنا يوفقك. الله يخليك كابتن أيمن، بشكرك شكرا جزيلا والتوفيق ليك ولنادي أسوان الفترة القادمة إن شاء الله. نشكر كابتن أيمن راضي من الشخصيات المميزة، ويعني كابتن أيمن كمان اسمه كبير جدا 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 في الدوري الإماراتي، وعمل انجازات كبيره جدا جدا في الدوري الاماراتي. يمكن هو كابتن ايمن مش من الناس اللي هو بتاع الاعلام واللي يطلع والكلام ده، هو كان طبعا متعاقد في مع اعتقد تلفزيون ابو ظبي او تلفزيون دبي، وكان بيحلل الماتشات، لكن هو ليه اسم كبير جدا جدا في الامارات، وما شاء الله شغله واضح الفتره اللي فاتت مع نادي اسوان. طيب ده كابتن ايمن الرمادي طبعا المدير الفني لنادي اسوان، وطبعا كلنا شايفين نتائج اسوان الفتره اللي فاتت. نروح بقى نكمل اخبارنا مع بعض، وطبعا اليومين اللي فاتوا دول كلنا كنا بنتكلم على مروان عطيه، وانا طلعت قلت لكم الاهلي خلاص بيخلص في الاهلي، لكن بيراميدز دخل في الصفقه وكان حط فلوس عشان يشتري مروان عطيه، وكان بيحارب نادي بيراميدز، الزمالك كان موجود في القصه، ولكن في النهايه
مقابل 22 مليون جنيه النادي الاهلي هيدفعهم للاتحاد السكندري، بالاضافه الى الاتحاد هياخد من الاهلي اعاره محمد محمود وعمار حمدي لمده موسم ونصف. دي خلاص اكتملت الصفقه وانتهت الصفقه، وحتى نادي الاتحاد كمان من شويه اعلن عن انتقال مروان عطيه للنادي الاهلي. ان شاء الله مروان عطيه يكون اضافه للنادي الاهلي في الفتره القادمه. وكمان نادي الاتحاد السكندري جاب اتنين لعيبه كويسين جدا، عمار حمدي كان ليه تجربه سابقه مع نادي الاتحاد، محمد محمود لعيب مميز جدا، وبرده الاتحاد السكندري انعش خزينته ب 22 مليون جنيه. خلينا نروح للكابتن عامر حسين رئيس لجنه المسابقات في رابطه الانديه وايضا عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري. عايزين نعرف السيناريو الفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل، مشاركه الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه، عندنا بطوله امم افريقيا للشباب هتقام في مصر ان شاء الله في شهر فبراير. عايزين نعرف الدنيا هتمشي ازاي الفتره اللي جايه، المواعيد، الامور هتمشي ازاي. كل الكلام ده طبعا كابتن عامر حسين بشكل يومي قاعد بيحاول يظبط كل القصص دي، الله يكون في عونه، عنده 50 حاجه داخله في بعض، فالراجل يعني قاعد بقى ايه يشوف هنا هيحصل ايه وهنا ايه وهيعمل ايه في ماتشات الاهلي اللي هتتاجل وبطوله افريقيا وماتش دوري الابطال بتاع الاهلي والزمالك. قصص قصص، مشاركه فيوتشر في الكونفدراليه مع بيراميدز. خلينا نشوف بيفكر ازاي الفتره اللي جايه وايه اللي ممكن يحصل خلال شهر شهر ونص القادمين ان شاء الله. يا كابتن عامر ازاي حضرتك؟ ازيك يا كابتن كريم؟ كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب ربنا يكرمك. الامور تمام ولا في زنقه اليومين الجايين دول؟ لا في زنقه طبعا، في ضغط جامد. في ضغط جامد لان حضرتك عارف هنبدا من شهر 2 من شهر يناير وما كانش في اي ارتباطات. ايوه. لما شهر 2 في طبعا الاربع انديه بتوعنا هيلعبوا في افريقيا. ايوه. عندنا كاس العالم للانديه. الاهلي. شركه النادي الاهلي. فالنادي الاهلي طبعا لازم يسافر من يوم 27 28 قبل البطوله بخمس ايام. بالظبط. بالتالي هيبقى اخر مباراه هيلعبها اللي هي يوم 24. مباراه البنك الاهلي. ماتش البنك الاهلي يعني اخر ماتش للاهلي. تمام. وبعد كده هيلعب البطوله بتاعت كاس العالم. والاتحاد الافريقي يمكن النهارده بعت لنا بقى بشكل رسمي على ان مباراه الاهلي بالقطن الكاميروني اللي هي يوم المفروض كانت يوم 10 او 11. ايوه. هتبقى يوم 3 او 4 3 مارس. شهر مارس. شهر مارس. وفي شهر مارس كان في عنده مباراه بتاع صن داونز يوم 7. اترحلت يوم 10 او 11. لا معلش قول لي تاني عشان انا ما سمعتش الحاجه الاخرانيه دي ايه؟ يعني مباراة الاهلي والقطن اللي هي كان ميعادها ده خلاص، دي خلاص احنا عرفنا بقت 3 مارس. 3 او 4. 3 او 4 مارس، تمام. ومباراة صن داونز الاهلي المفروض كان ميعادها يوم الثلاث يوم 7 مارس. هتبقى 10 يا 11 مارس. اترحلت برضه 3 4 ايام، تمام. طبعا الاسبوع اللي بعده الاهلي عنده القطن الكاميروني برضه المباراة الثانية بقى. ايوه. المفروض يوم 17 او 18. فبالتالي طبعا هيحصل تعديلات في الجدول الدوري. لان اللي اخذ الفراغ بتاع الثلاثه واربعه. اللي هو كان في جوله ال 20 رقم 20. هو سكن المباراه بتاعته فيها. ايوه. ورحل المباراه بتاع صن داونز. بالاضافه طبعا ان هيبقى في مباراه بتاعت حرس الحدود. اللي كانت يوم 29. هتتأجل برضه. ومباراة المقاولين كانت يوم 6/2. ايوه. يعني الأهلي كده هتأجل له ماتشين في الدوري، 29 اللي هي كانت المفروض مع حرس الحدود 29 يناير، و6 فبراير اللي هي كانت المفروض مع المقاولين العرب في الدوري. تمام. واحنا عندنا الجولة 20 طبعا. الجولة ال 20 كلها. اللي هي كانت يوم 3 و4 فبراير. فتاخد مكانها مباراة القطن اللي هي اتأجلت. دخل مكانها ايه؟ مباراة الاهلي والقطن. مباراة الاهلي والقطن. افريقيا حطها. اللي هي بتاعت شهر مارس. تمام. وان شاء الله خلال يومين كده هنظبط المواعيد النهائية. طب كويس. ونحط مكان المباريات ديت. نشوف لها مكان تاني. تمام. وبعد كده ان شاء الله نبقى بس نعلن. كويس ان حضرتك برضه لميت القصة في ماتشين ثلاثة، يعني مش عدد كبير.
بقدر الامكان طبعا يعني الحمد لله. وبحاول كمان يا كابتن كريم، اهم حاجه ان انا مش عايز يعني العب في الجدول كتير. صح. لان هو اريح لي ان انا اعيد الجدول من جديد، اريح لي. ايوه. الجدول كله بقى من اول ما هنقف في شهر فبراير. اريح لي، انما انا قدر الامكان زي ما كان الوقت المؤتمر واحنا وقفنا الدوري. ايوه. اللي هو كان مؤتمر المناخ. طبعا وقتها ان احنا نزلنا 29 جوله، لما كانت الناس كلها عايزه تنزل الجولات كلها ونزل الدوري كله. ايوه. فبالتالي الجدول ده سلسله ورا بعض. طبعا انا اخذت مكان كاس مصر وقتها، وديت كاس مصر مكان كاس الرابطه عشان ما اقعدش العب في الجدول كتير. بالظبط. ولخبط الجدول كله. وبالتالي برضو بالتعديل اللي بقى المفاجاه برضو جايه بتاع كاس العالم للانديه، انا ما كانش موجود في الاشياء ده من اول السنه. الاهلي ما كانش هيشارك يعني. الاهلي ما كانش هيشارك. ولا كان معاده متحدد حتى من غير الاهلي. ايوه. وطبعا عمل مشكله كمان للريال مدريد يعني مع الاتحاد الاوروبي. بالظبط. برضو بحاول بقدر الامكان ما يبقاش في تعديلات كتير في الجدول اللي انا نزلته، رغم ان هو اريح لي ان انا اعيد الجدول من اوله. من اول ما هنقف من شهر فبراير. ايوه. انما قدر الامكان بعمل محاولات ان انا اسيب الجدول زي ما هو. ولو فضل مؤجل ولا اثنين يبقى نحطهم بعد الجوله 29 علشان ما ابوظش الجدول. بالظبط. طيب كده نهائي كاس مصر، لو الاهلي صعد الى نهائي الكاس، يعني لو الاهلي كسب سموحه لازم هيتاجل طبعا. هيتاجل. في ميعاد مقترح؟ كان معاده 3 فبراير. بالظبط. كان معاده 3 فبراير وطبعا كان صعب. انما هننتظر طبعا يوم 21. عشان نشوف مين الفرقتين هيلعبوا النهائي. بالظبط. في مقترح يعني ولا لسه بالنسبه لموعد نهائي الكاس؟ لا، لو الاهلي صعد. لو الاهلي صعد. لازم احط اكثر من مقترح ولازم اشوف مقترح يبقى الانديه اللي وصلت. ايوه. ما تبقاش عندها ارتباطات زي بعض. بالظبط. لان برضو عندك الزمالك. طيب. عنده ارتباطات، البيراميدز هم دول هيلعبوا قبل النهائي. عندهم ارتباط، فالطرف الثاني برضو هيبقى عنده ارتباطات. بالظبط. يعني حتى لو الاهلي ما صعدش برضو، يعني لو السموحه اللي كسب نهائي الكاس برضو كده كده هيتاجل. يلعبوا ثلاثه بقى. يلعبوا ثلاثه فبراير عادي. الميعاد المحدد. لو الاهلي ما كسبش سموحه وما صعدش للنهائي. يبقى في الميعاد المحدد. يعني في حاله عدم فوز الاهلي على سموحه وصعوده للنهائي، نهائي الكاس هيبقى 3 فبراير في الميعاد. تمام. في خلال يومين يعني كنت حددت بشكل نهائي بقى، لان تدرس النهارده الاختيار جاي لنا بتاع الاتحاد الافريقي بتاع المعادن اللي هم تعدلوا دولت. ايوه. لكن لازم اسكن بقى باذن المواعيد. طيب لا قدر الله لو الاهلي خرج بدري من بطولة كأس العالم للأندية، لا قدر الله، يعني عايزين طبعا الأهلي يكمل، بس لا قدر الله الأهلي خرج بدري من بطولة كأس العالم للأندية. هو عنده مباراة يوم 1 وعنده مباراة يوم 4 إن شاء الله. أيوه. يلعب يوم 4. وبعد كده بعد يوم 4 يتحدد بقى. ماتشات يوم 7. وبعد كده في 10 و11. 10 و11 النهائي وثالث ورابع. وثالث ورابع. أيوه. بس الأهلي لو لا قدر الله خسر المباراة الأولى ما يلعبش المباراة الثانية. احنا هنحط الاحتمالات كلها. هنحط الاحتمالات كلها. ايوه. بس مش عايزين نقول كده عشان الناس هتهاجمنا وتقول لا لا لا، احنا بنقول لا قدر الله، احنا قلنا حاجه، احنا بنقول احتمالات ان شاء الله الاهلي يوصل للنهائي او يخرج، يعني احنا عايزين الاهلي يوصل طبعا، بس احنا بنقول لا قدر الله. لا قدر الله ديت هتتشال في الفيديوهات. والله بنقول لا قدر الله، والله احنا عايزين الاهلي يعني الاهلي لما بيلعب بره مصر. انا بقول لك اللي بيحصل. ايوه. لا شيلها عليا انا، ما تقلقش. شيل الجمله الاولى ويكملوا الباقي يعني. تمام. فان شاء الله يعني نتمنى ان شاء الله طبعا الانديه هيبقى بعلم من دلوقتي عندهم فرصه في يناير ان كل واحد، خاصه الانديه اللي هتشارك في افريقيا. ايوه. علشان ما يجوش يشتكوا من ضغط المباريات ويطلعوا من هنا لهنا. نتكلم على اربع انديه، ما نتكلمش على نادي واحد. هيبقى عندهم مباريات كتير. تمام. لان كل الاتحاد الافريقي قوي ساب شهر يناير فاضي وحط كله من شهر فبراير اسبوع ورا اسبوع ورا اسبوع، فطبعا لازم يلعبوا مباريات دوري بين الاسابيع ديت. في ثلاث مباريات في شهر 2. وبعدين في مباراتين في شهر مارس. وفي اخر مارس برضه في مباراه وداخله على 1 و2 ابريل. ايوه. يعني اعتبر في اجنده دوليه للمنتخب كمان في مارس. منتخب الاجنده الدوليه من شهر من يوم 20. صح. بالظبط. يعني كمان يعني المشكله برضه الماتشين بتوع ملاوي باين صح؟
مباراتين ملاوي والمنتخب الاولمبي مباراتين بتوع زامبيا بتوع التصفيات الاولمبيات. ايوه في نفس التوقيت مباراتين منتخب الاولمبي بتوع زامبيا. تمام. في بطوله افريقيا 2003. تمام. طيب يبقى طبعا بطلب الانديه برضه ان لازم اللعيبه هتروح مع منتخب 2003. المعسكر والبرنامج اللي هيحضره كابتن محمود جابر، لان طبعا البطوله دي ما فيهاش هزار يعني. طبعا الانديه واخده عندها مواليد 2003 عدد كبير، عندها 2001 المفروض ان هي هتتلغي حتى ما سيبناهاش المنتخب الاولمبي. بالظبط. المفروض الانديه عندها عدد كبير من اللعيبه. لا الانديه ما حدش هيعترض ان ويقول لك اجل ولا لا. ده 2003 و2001 يعني، ما انت عندك 30 لعيب في القايمه غير الخمسه اللي فوق ال 30 يعني. للاسف يعني في انديه في المعسكر اللي فات طبعا مش هقدر اقول اساميها يعني حاليا، رفضت تدي للكابتن محمود جابر اللعيبه في المباريات الوديه اللي كانت اللي فاتت. طيب طبعا بطوله افريقيا بتوصل لكاس العالم فدي ما فيهاش هزار يعني في الفتره اللي جايه. عايز اسالك سؤالين منهم سؤال خبيث شويه قاله لي في الاير بيس احمد درويش. السؤال الاول منك لانك انت مالكش في الخباث. لا ماليش في الخباث انت عارف. يبقى هو لا السؤال الاول مش خبيث، ده السؤال بتاعنا. التعديلات اللي هتحصل دي كلها والتاجيلات عشان مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه هتؤثر على موعد نهايه الدوري؟ حضرتك كنت قلت لنا الدوري هيخلص 30/6 كده، هنتاخر شويه عن 30/6؟ هي متوقفه على حاجه واحده يعني على مدى وصول الاربع فرق بتوعنا مين هيوصل للنهائي لافريقيا لغايه اخر مرحله يعني دوري ابطال وكونفدراليه قبل نهائي ونهائي الاربع انديه. ما نادي يعني زي اربعه ما نقدرش نحدد دلوقتي. لا ما نادي اجل لك زي اربعه بالظبط. انما انا كنت عامل حسابي قبل كاس العالم للانديه يعني 30/6 كنا هنخلص كل حاجه بالظبط. انما طبعا الوضع ده هيتغير دلوقتي اكيد. طيب السؤال الخبيث بقى بتاع احمد درويش. ايوه عشان احمد درويش هو اللي ايه يتحمل السؤال ده. الاهلي لو خسر من سموح في كاس مصر والاهلي السنه اللي فاتت ثالث الدوري وما وصلش لنهائي كاس مصر، ما يلعبش السوبر اللي جاي؟ ما يلعبش كاس السوبر اللي جاي والزمالك بطل الدوري ونشوف مين هيبقى بطل الكاس؟ بطل الدوري مع بطل الكاس. بطل الدوري بطل الكاس مالهاش علاقه بقى اهلي من غير اهلي. بطل الدوري مع بطل الكاس. مالهاش علاقه. تمام. ما فيهاش خباثه دي جوايا. ما فيهاش خباثه لا لا ما طلع مش خبيث قوي. مش خبيث قوي. تمام. طب حضرتك حابب تقول اي حاجه ثانيه يعني عايز توضحها؟ لا 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 انا بتكلم بس عشان الفتره اللي جايه فيها منتخبات. ايوه. ومباريات مهمه كلها وبرضه يعني مساعده الانديه للمنتخبات ديت. طبعا طبعا. لان طبعا دي حاجه بالنسبه لنا المباراتين بتوع ملاوي هيبقوا صعبين جدا بناء ان احنا كسبنا ماتش وخسرنا ماتش اول مباراتين. الموقف بقى مش كويس. والمباراتين بتوع المنتخب الاولمبي طبعا بالاضافه للمنتخب 2003. ايوه. فكله مضغوط في شهر 3 والانديه في شهر 2. فبالتالي انا بقول اهو لسه الانديه عندها شهر يناير، فاللي عايز يشارك في البطولات الخارجيه ويبقى عنده فرصه لازم بيبقى بيعمل حسابه في عدد اللاعبين. تمام. خاصه ان حضرتك عارف كمان ان احنا مدين ثلاث لعيبه في المراحل اللي تحت من الخارج بشرط ان كل مرحله يبقى فيها لعيب واحد. فبرضه بيبقى عنده خمسه وعنده ثلاثه كمان ممكن ياخدهم من 2003 2001 او اثنين يعني 2003 2001 يساعدوه برضه. بالظبط. فكل الامور متاحه للانديه عشان ما نجيش على المنتخبات بعد كده. طيب معلش اخر حاجه برضه، ان كل ما بتكلم مع حضرتك بيجي في دماغي اسئله. بطوله امم افريقيا للشباب هتقام في استاد القاهره. يعني بعد ماتشاتها في استاد القاهره، هل متعارضه مع مواعيد ماتشات الفرق اللي بتلعب على استاد القاهره زي الزمالك والاهلي دلوقتي وسيراميكا والبنك الاهلي؟ الاهلي ماتشاتها هتتنقل في الاوقات الفاضيه المتاحه. تمام. لان طبعا هو ما كانش معمول حسابه في اول الموسم. بالظبط. انما باقي الانديه ممكن مباراه واحده او مباراتين بس هم المتعارضين. وهم جايبين ملاعب بديله فما فيش مشكله. استاد اسكندريه كان فيه ثلاث مباريات. ايوه. هيتنقلوا لاستاد الجيش وبرج العرب. تمام. الاستاد الثالث هيقفل القناه. ما فيش مشكله ما حدش بيلعب عليه. بالظبط. فبالتالي ما فيش مشكله قوي لان حضرتك عارف استاد برج العرب على اعلى مستوى. طبعا طبعا. طب استاد اسكندريه من استاد برج العرب الانديه بتاعت اسكندريه حقيقه يعني متعاونه وما حدش بيعترض. احنا نقلنا قبل كده مباراتين عشان الماراثون الشيخ زايد. بالظبط. مباراه السيراميكا والاتحاد وفاركو والاهلي والناس كانوا متعاونين يعني. طيب السؤال الاخير بقى،
انا معايا خبر دلوقتي كنت هقوله بعد ما حضرتك تقفل، ان المحامي بتاع كهربا قال ان الفيفا هو تواصل مع الفيفا وان كهربا يقدر يشارك مع النادي الاهلي بعد يوم 11 يناير. هل اتحاد الكره المصري عنده مشكله في مشاركه كهربا او مانع في مشاركه كهربا، ولا جه حاجه جديده لكهربا من الفيفا، ولا ايه بالظبط؟ يعني المكاتبات والحاجات ديت مش الحاجات الخاصه بشؤون اللاعبين، انا مش ملم بيها قوي، فما اقدرش اتكلم كلمه تتحسب عليا حقيقه. تمام. فده ممكن يعني ممكن نسال الاستاذ وليد العطار. بالظبط. هو بيبقى عنده، لان المخاطبات بتجيله هو بالظبط، وجاء في المخاطبات، انما لغايه الظهر النهارده ما كانش في حاجه جت وقت الجمعيه العموميه. ايوه. او عنده معلومه، هو هيبقى طبعا ادق مني في الموضوع ده. تمام تمام. بشكرك كابتن عامر واتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. الله يخليك. بشكرك شكرا جزيلا، كل سنه وحضرتك طيب. الله يخليك كابتن عامر. هنطلع فاصل سريع طيب قبل ما نطلع فاصل، معايا المهندس يحيى الكومي رئيس نادي الاسماعيلي، خلينا ندردش معاه شويه كده ونشوف الموضوع ايه، والاستقاله هتمشي هيتمسك بالنادي الاسماعيلي. طبعا المهندس يحيى الكومي اكيد عايز النادي الاسماعيلي يبقى في افضل وضع. يا باشمهندس ازاي حضرتك؟ اهلا يا كابتن جميل كريم، ازاي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب؟ كل سنه وحضرتك طيب. اهلا بيك يا فندم. الله يخليك. يعني طبعا قلبي عندك يعني بالنسبه للنادي الاسماعيلي طبعا، وخساره المباراه الاخيره امام حرس الحدود، وكان في جلسه النهارده اهو، حتى احنا جايبين الصوره قدامنا، حضرتك قاعد مع وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، عايزين نعرف الدنيا ماشيه ازاي حضرتك. فعلا تقدمت باستقاله. انا كلمت معالي الوزير وبلغته باستقالتنا بعد المباراه مباشره، بعد ماتش الحرس. وده لان النتائج وحشه، ويعني ما كان تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، للأسف احنا آخر الدوري. تمام. ودي نتائج تعتبر سيئة، أي حد ممكن كان يزعل، حتى الجماهير، أنا أكثر واحد زعلان، وقلت لك احنا تقدمنا ولم نتردد في تقديم الاستقالة يعني، وإحنا قابلناه النهاردة وبلغته بالاستقالة، وإحنا اتفقنا على تشكيل لجنة. أيوة. قانونية. يعني استقالة حضرتك خلاص نهائية. لا نهائية خلاص. نهائية. ومش استقالتي بس، استقالتي واستقالة المجلس كله. استقالة جماعية من المجلس. مجلس كله. طيب اتكلمت مع الدكتور اشرف صبحي على المرحله القادمه للنادي الاسماعيلي، اكيد برضه حضرتك عايز تطمن على النادي، مش هتسيبه طبعا. مفيش كلام. احنا اولا اول يعني بنقول ان احنا في لجنه من الشباب والرياضه او من وزاره الشباب والرياضه من القطاع القانوني والمالي والاداري، تجرد كل المحتويات وتبحث كل كافه الملفات وكذا طبعا، وتعمل محضر استلام وتسليم، وتخلي طرفنا عن الفتره اللي احنا اشتغلنا فيها. ايوه. ويعني تبرز ذمتنا، ولنا مديونيه على النادي برضه بالنسبه للمديونيه الشخصيه. بالاضافه انه الاشتكاءات اللي احنا عملناها كلها الحمد لله يعني دي مستحقات معظمها للعيبه. ايوه. ولو تشوفها كده تلاقي ان دي مستحقات للعيبه ومستحقات للجهات العامه زي اتحاد الكوره، زي الشباب والرياضه، زي يعني في حاجات جدا لوزاره مثلا الكهرباء، الميه، حاجات كده للسياديه يعني، التامينات برضه. في شكايات ما كنا عاملينها للجهات ديت عشان نسكتهم على المديونيه بتاعه النادي الاسماعيلي. حضرتك بتقول انت في مديونيه شخصيه. في 22 مليون. 22 مليون. مهندس يحيى الكومي مسلف بيهم النادي الاسماعيلي؟ ايوه يا فندم طبعا، هو ده قرض طبعا حسن. ايوه. للنادي وبشيكات ما يعني أنا اعتقد ان عشان بس الناس كانت بتقول المهندس يحيى الكومي ما بيدفعش حاجه من جيبه، فحضرتك بتقول دلوقتي حضرتك دافع 22 مليون جنيه. 22 مليون جنيه يا فندم صارفهم لغايه هذا اليوم. متنازل عن تقريبا مبالغ كتيره تصل الى يعني مبالغ كبيره. غير ال 22 مليون؟ نعم يا فندم؟ غير ال 22 حضرتك متنازل؟ ايوه غير ال 22 مليون. غير ال 22 مليون. تقريبا قد ايه يعني؟ يعني تقريبا 2 مليون. عشان الناس تعرف برضه ان جماهير الاسماعيلي واعضاء الجمعيه العموميه في الاسماعيلي يبقوا عارفين يعني. لا 3 مليون تانيين انا صارفهم كده مصروفات على النادي، رحلات، اتوبيسات، جماهير، مش عارف ايه، حاجات زي كده ما كنتش بدخلها. في حاجات كتيره جدا انا تنازلت عليها حتى النهارده من المديونيه عشان تسدد، مش عارف جبنا كاميرا بتاعت عضويه مجلس الاعضاء النادي تتصور، حاجات زي كده، مكنه التصوير. أيوة. جبنا كل الكلام ده، كل ده على حسابي يا بيه، مفيش مشكله، واحنا نتمنى للاسماعيلي ربنا يوفقه طبعا، ونتمنى لشعب الاسماعيليه التوفيق والجميل. النادي الاسماعيليه العظيمه هي 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 احد يعني والله بكلم بجد، الجماهير هذه الجماهير هي
اللي مخلي النادي الاسماعيلي ممكن يبقى هو هذا النادي العظيم. طيب هسألك سؤالين كده بسرعة، يعني حضرتك ما لقيتش أي حل آخر غير الاستقالة؟ لا لا لا، ما فيش حلول، لازم الدولة تتحمل المسؤولية بالأمانة يعني. وده شيء جميل يعني، إن أنا أوضعت النادي، إحنا أوضعنا النادي الإسماعيلي في مسؤولية الدولة، فمعية الدولة والمعالي الوزير فاهم هذا الكلام وهو متفاهم هذا الموضوع تماما. وإن شاء الله يعني الوزير مثلا ما حاولش يثني على حضرتك مثلا أو لا يخليك ما تستقلش؟ أثنى كثيرا وطبعا اشتغلنا على الفترة اللي احنا اشتغلنا فيها وكل الكلام ده، وهو بس يعني قصدي ما حاولش يقنعك مثلا أنت تسحب الاستقالة وتكمل؟ لا هو كان خلاص، احنا كنا واخدين قرار بقى، واخدين قرار نهائي كريم بيه يعني، معلش احنا كنا واخدين قرار نهائي يعني. طب هل اتكلمت في اسماء يعني، ما اتناقشت معاه في اسماء تدير النادي الاسماعيلي او تكون موجوده؟ لا لا لا، هو ده بقى من اختصاصه، ونتمنى للوزير التوفيق، ونتمنى لرجال الاسماعيليه التوفيق، ونتمنى لمجلس الاداره الجاي التوفيق، ونتمنى للاسماعيلي ربنا يوفقه ان شاء الله، وان شاء الله بقى نتمنى لكم التوفيق يعني. ادعوا لي بقى، انا برضه بقدم يعني طلب لكافه الناس يعني، سامحونا اذا كنا اخطانا في حاجه، انا بطلب السماح. أيوة. احنا كان لنا هدف ان احنا نخدم النادي بعينينا وخدمنا من وقتنا ورزق عيالي ومن بيتي بمبالغ كبيره جدا عشان خدمه النادي ورا النور. أيوة. لكن للاسف اللعيبه ما كانتش على قد المسؤوليه والنتائج كانت وحشه جدا. انا بتمنى طبعا لكابتن ميدو التوفيق. لسه كنت هسالك على ميدو يعني. ميدو لا، ما انا بقول لك انا عارف حضرتك وانت بتجيب ميدو كان في بعض اعضاء مجلس، البعض كان رافض عوده ميدو مره اخرى، صح؟ لا ده خلاص، ما هو ده اصبح قرار مجلس إدارة بنتفق عليه. موقف ميدو ايه طيب؟ موقف ميدو ايه بقى؟ ميدو انا بتمنى له التوفيق، ربنا يكرمه، هو مستمر الراجل والجهاز الفني معاه مستمر والناس كلها مستمره والنادي كله مستمر، المدير المالي موجود والمدير التنفيذي والاجهزه كلها موجوده، كل الناس هتبقى مستمره، احنا بس مجلس الاداره هو اللي مشي. ايوه بس، فاحنا بنتمنى لهم جميع التوفيق. يا رب ان شاء الله. والله مش عارف اقول لك ايه يا باشمهندس، يعني الواحد زعلان جدا يعني طبعا، وحضرتك دلوقتي وضحت لي حاجات انا ما كنتش اعرفها يعني. حضرتك احنا اتقابلنا كذا مره وحضرتك جيت لي ضيف في البرنامج كذا مره، يعني اول مره حضرتك بتقول دلوقتي اللي انت يعني في حوالي 25 او 26 مليون جنيه طلعوا من جيبك الشخصي للنادي الاسماعيلي، منهم 22 مليون جنيه قرض حسن. ايوه صح. ومنهم مصاريف اخرى تقترب من 3 او 4 مليون جنيه يعني، تنازلت عن حضرتك عن ده. مظبوط مظبوط، ده كلام عشان برضه دي حقائق لازم الناس تبقى عارفاها عشان تعرف برضه ناحيه الكومي الكلام ده مسجل في الميزانيات، خلي بالك. ايوه يعني خلي بالك، احنا في الميزانيه اللي عملناها في الجمعيه العموميه مسجله الكلام ده. وده كله مسجلات باعتمادات ماليه كامله باجهزه كلها، كل الناس بتوقع يعني. بص ما فيش مليم بيطلع النهارده الا باعتماد وتوقيع المدير المالي والمحاسب، وبعدين رجع مش عارف من فين من الاداره الماليه، ثم بعد كده امين الصندوق، ثم بعد كده بتعتمد من الجهه اللي صاحبه يعني، اذا كان مثلا حاجات للجهاز الفني تعتمد من رئيس الجهاز الفني وهكذا، وبعدين انا بوقع في الاخر. ايوه وبعد ما اوقع الكلام ده بقى بعمل الشيكات، والشيكات تصدر عشان تسدد المجلس يعني. فده احنا متابعين كل اللوائح. بص انا بقول لك كده، وكل ده موجود مسجل في الدفاتر، ولذلك انا عايز اللجنه تيجي وتبقى تشرف، انا اعمل محضر استلام وتسليم. محضر استلام ونخلق طرفنا كلنا طبعا المسؤوليه احنا كمجلس اداره كافه يعني. اكيد. طيب قبل ما حضرتك يعني الفتره اللي قبل ما حضرتك تستقيل والفتره اللي فاتت، هل في انديه زي الاهلي والزمالك طلبوا لعيبه مثلا من الاسماعيلي زي باهر المحمدي، عبد الرحمن مجدي، ولا كل ده موجود بقى جايز يعني؟ يا خلاص انا اتمنى لهم التوفيق. ودي موجود والله في بعض في بعض قصدي ان كان ممكن لعيب مثلا من دول يتباع فيفك ازمه، يخش لك مثلا 20 والله 25 والله بقى. انا يعني ان شاء الله اللجنه اللي جايه تدير النادي نتمنى لها التوفيق وربنا يكرمهم. يعني كان في عروض فعلا يا باشمهندس؟ في عروض طبعا، ربنا يوفقهم اللعيبه. عبد الرحمن مجدي جاي له عروض، وباهر المحمدي، وكل اللعيبه جاي لها عروض ان شاء الله. تمام يا باشمهندس، انا بشكرك طبعا، بنشكرك كمان يعني حضرتك حاولت ان انت مع مجلس ادارتك ان انت تنقذ الامور في النادي الاسماعيلي، ولكن في النهايه الامور ما مشيتش زي ما حضرتك عايز او مجلس الاداره عايز، وكان غاب التوفيق عن النادي الاسماعيلي الفتره الاخيره، لكن اكيد بنشكرك على مجهودك الفتره اللي فاتت، ونتمنى لحضرتك التوفيق في حياتك الشخصيه، ونتمنى ايضا الاصلح للنادي الاسماعيلي في الفتره القادمه ان شاء الله. نشكر المهندس
يحيى الكومي طبعا رئيس النادي الاسماعيلي، وقال لي خلاص الاستقاله نهائيه، ووزير الشباب والرياضه كمان قبل الاستقاله، وهيتم تشكيل لجنه لاداره النادي الاسماعيلي في الفتره القادمه. من شويه كنت بتكلم مع كابتن عامر حسين وعندي خبر هنا على لسان محامي كهربا. محامي كهربا يا جماعه فكروني كده معلش، اسم المحامي كان دخل معانا مداخله، محامي التونسي علي عباس. ايوه الاستاذ علي عباس المحامي التونسي على لسانه قبل البرنامج بلغنا ان كهربا في خطاب هيجي من الفيفا بيقول، هو محامي كهربا مش انا عشان تبقى انا يعني ما اعرفش، انا بقول لكم اللي اتقال لي ان محامي كهربا اللي هو الاستاذ علي عباس وهو محامي تونسي بيتولى قضيه كهربا، قال ان الساعات القادمه القليله او المقبله هيكون في خطاب هيجي من الفيفا للاتحاد المصري لكره القدم يقول ان كهربا يقدر يشارك مع النادي الاهلي بعد يوم 11. النهارده احنا خلاص دخلنا اهو في يوم 10 يناير، يوم 11 يناير ده اللي هو يوم الاربع ان شاء الله. فعلى لسان او على مسؤوليه محامي كهربا الاستاذ علي عباس المحامي التونسي اللي بيتولى قضيه كهربا بيقول ان في الساعات القليله القادمه هيجي خطاب من الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا بان كهربا يقدر يشارك مع النادي الاهلي بعد يوم 11 يناير. بس انا معلوماتي بقى من داخل الاتحاد المصري ومن ايضا من جهه نادي الزمالك، لا ان في احتمالات كتير ممكن توقف مشاركه كهربا مع النادي الاهلي، وممكن يتجدد عقوبه الايقاف لمده 6 شهور مره اخرى. في احتمالات كتير جدا في الموضوع ده، فخلينا نتفرج ونشوف. بس انا بقول لكم دايما الاحداث اللي بتحصل. ماشي، هنطلع فاصل ونرجع نكمل تاني، ان في برضه لسه حاجات كتير عايز اقولها لكم بعد الفاصل ان شاء الله. خلينا نكمل اخبارنا مع كوره كل يوم. عبد الله السعيد لاعب بيراميدز بيحصل على حكم من المحكمه الفيدراليه بالغاء قرار الاهلي بالحجز على حساباته، وايضا عدم احقيه الاهلي في المطالبه باي اموال من عبد الله السعيد في المستقبل. عبد الله السعيد كان حاجته محجوزه عليها، فخد حكم من المحكمه الفيدراليه ان هو خلاص ما فيش حاجه تتحجز على حساباته، حساباته هتتفك وهيتعامل معاها بشكل طبيعي، وايضا الاهلي ملوش الحق في المطالبة بأي أموال من عبد الله السعيد في الفترة القادمة، ده حكم من المحكمة الفيدرالية. كولر النهاردة صعد كريم الدبيس، كريم الدبيس الظهير الأيسر اللي كان نادي الأهلي اشتراه من وادي دجلة، لعيب مواليد 2003، صعده لتدريب مع الفريق الأول، والنهاردة كمان بدأ كريستو اللاعب محمد الضاوي اللاعب التونسي ده، الدبيس كريم الدبيس اهو بيرحبوا بيه لعيبة الأهلي النهاردة، لعيب مميز كان في وادي دجله وفي منتخب 2003، وايضا كريستو النهارده اللاعب التونسي انتظم ايضا في التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي، وخالد عبد الفتاح برضو اللاعب اللي انضم من نادي سموحه الى النادي الاهلي الظهير الايمن برضو انضم للتدريبات الجماعيه للنادي الاهلي لاول مره. طاهر محمد طاهر خلاص خف من الاصابه وانتظم في تدريبات الاهلي الجماعيه، وبيرسي تاو برضو بدا يشارك بشكل تدريجي كده بعد العودة من الإصابة. على فكرة إدارة النادي الأهلي، النادي الأهلي عنده لجنة اسمها لجنة المباريات، لجنة المباريات في النادي الأهلي هتطلع أوتوبيسات لجماهير الأهلي بالمجان عشان تلقن الجماهير إلى اسكندرية عشان مباراة الأهلي والمصري يوم الخميس، ففي أوتوبيسات هتطلع لجمهور النادي الأهلي من النادي الأهلي هيطلعها بالمجان عشان ينقل جماهيره إلى استاد الجيش في برج العرب في اسكندريه عشان يتابعوا مباراه الاهلي والمصري يوم الخميس ان شاء الله. النهارده كان في اتحاد الكوره جمعيه عموميه عاديه ولم يكتمل النصاب القانوني، وبكره تم تاجيلها لبكره، وبرده بكره مش هيكتمل النصاب القانوني، يعني فيها الميزانيه وفيها بعض الحاجات، حتى معايا ارقام ميزانيه اتحاد الكوره. النهارده كان رؤساء الانديه والناس يعني اعضاء الجمعيه العموميه كلهم في
اتحاد الكرة بس ما اكتملش النصاب القانوني للجمعية. مفروض يحضر الجمعية العمومية مفروض 129 نادي يحضر. مفروض عشان يكتمل النصاب القانوني يحضر 50% زائد واحد، يعني يحضر 51 نادي. ما حضرش 51 نادي وبالتالي ما اكتملش النصاب القانوني، وسامع برضو ان بكرة مش هيكتمل النصاب القانوني برضو للجمعية العمومية لاتحاد الكرة. زي ما قلت لكم اهم حاجة في الميزانية في الجمعية العمومية كان مفروض مناقشة الميزانية. انا معايا الارقام الفلوس اقول له اشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي، والنائب طارق سعيد رئيس نادي الترسانة في بعض الحضور النهاردة، وفي ناس ما حضرتش، يعني في اندية ما حضرتش. مصروفات اتحاد الكرة انا معايا بقى الميزانية، ارقام كده في الميزانية خلينا اقول لكم بعض. ده الاستاذ سمير موسى طبعا رئيس نادي الزرقاء. معايا ارقام بقول لكم السنه اللي فاتت السنه الماليه المنتهيه، قيمه مديونيات اتحاد الكوره لدى جهات خارجيه 517 مليون، واتحاد الكوره ليه ديون بره، عايز يعني ليه فلوس بره بحوالي 451 مليون جنيه، وفي حوالي 735 مليون 735 الف ديون الاتحاد الكوره عايزها من الانديه. مصروفات المنتخب الاول بس في السنه الماليه المنتهيه 114 مليون، مصروفات الاجهزه الفنيه 21 مليون، مصروفات المنتخب الاولمبي 23 مليون و704 الف. دي بعض الارقام كده من الميزانيه بتاعه اتحاد الكوره، سواء المصروفات او الديون او المديونيه او مصروفات المنتخب الاول او مصروفات المنتخب الاولمبي، يعني ارقام كده من ميزانيه اتحاد الكوره. الاستاذ جمال علام النهارده قال ان الاتحاد لم يكن به خطه لتطوير الكره المصريه في المجالس السابقه، وهدفنا اكتشاف من المواهب في المدارس والاكاديميات. الاستاذ جمال علام بيقول ان الاتحادات اللي قبل كده ما كانش عندها خطه لتطوير الكوره. يعني برضو كان في اجتماع ما بين اتحاد الكوره وكلاتنبرج رئيس لجنه الحكام، والجلسه تناولت بعض الامور المتعلقه بالتحكيم، زي طبعا التحكيم في الاقسام المختلفه في الدوري الممتاز والممتاز بيه والقسم الثالث والرابع، وبرضه اتكلموا معاه في مستوى التحكيم في الاسابيع الاخيره، وان احنا يعني اتحاد الكوره عايز يتلافى الاخطاء اللي حصلت من الحكام. وقال كمان ان اتحاد الكوره يعني قالوا احنا بنتعاقد مع كلاتنبرج عشان يصحح الامور ويطور المنظومه، يعني اتكلموا مع بعض في حاجات كتيره جدا. وكلاتنبرج وعد اتحاد الكوره بتصعيد عدد من الحكام الشباب في الفتره القادمه. وبرضه اتحاد الكرة حذروه النهارده، قال لك احنا مش هنسمح بتكرار سفريات كلاتنبرج في الفترة المقبلة. قالوا له خلي بالك احنا سيبناك في كأس العالم الفترة اللي فاتت، لكن مش هنسمح بقى بأي سفريات أخرى لكلاتنبرج في الفترة القادمة. بكرة هيبقى في جلسة زوم كده ما بين الحكام وما بين كلاتنبرج، هيقول لهم بعض التعليمات بالنسبة للفترة القادمة. ناصر ماهر بيقترب من العوده للمشاركه مع فيوتشر في الماتشات. بيراميدز عايز يدعم في شهر يناير ببعض اللاعبين في خط الهجوم. الاتحاد السكندري هيلاعب الزمالك يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله في اسكندريه، وفي بعض اللعيبه يعني في غيابات كتير في نادي الاتحاد قبل المباراه القادمه، المهدي سليمان ومحمود علاء والسيد سالم، الثلاثه مش هيكونوا موجودين مع نادي الاتحاد في المباراه القادمه امام الزمالك. عبد الباقي جمال مدرب طبعا تولى تدريب نادي غزل المحله بعد رحيل بابا فاسيليو، وهو كان مساعد بابا فاسيليو، النهارده قاد اول تدريب عبد الباقي جمال لنادي غزل المحله وكمدير فني بقى لنهايه الموسم. وانا بحيي اداره غزل المحله بصراحه على القرار ده، ان هم يعني وثقوا في عبد الباقي جمال رغم صغر سنه، لكن هو عبد الباقي مدرب كويس جدا وكان موجود مع بابا فاسيليو، فيقدر يعني يكمل المهمه بدل ما المحله يجيب مدرب اخر ولسه مش عارف الفرقه، ياخد وقت عقبال ما يتعرف على الفريق. ففي ثقه وفي جراه من اداره المحله في تكمله عبد الباقي جمال لمشوار المحله في الفتره القادمه. دي يعني بعض الاخبار النهارده حصلت. النادي البنك الاهلي بقياده كابتن حلمي طولان بدون راحه بيستأنف تدريباته، انتوا عارفين كان البنك الاهلي بيلعب امبارح امام اسوان، النهارده على طول ما كانش فيه راحه وتدريبات يعني استعداد تدريبات البنك الاهلي استعدادا لمباراه الداخليه بعد بكره ان شاء الله. عبد العزيز موسى طبعا لاعب اسوان بنقول له الف سلامه،
جاله اصابه قطع في وتر اكيلس في كعب رجله، فعمل عمليه الوتر اكيلس، فبنقول له الف سلامه. طبعا هيغيب عن الملاعب حوالي 6 أو 7 شهور خلال الفتره القادمه. خلينا بسرعه بقى كده ناخد ماتشات كاس الخليج النهارده. كان في ماتشات في كاس الخليج، نقول لكم النتائج بتاعه بطوله كاس الخليج. كان في ماتشين النهارده في المجموعه الاولى ما بين سلطنه عمان واليمن، وقدر المنتخب العماني يفوز على اليمن 3-2. دي الجوله الثانيه في بطوله كاس الخليج. الجوله الثانيه في بطوله كاس الخليج. العراق محمد الداحي اهدر ضرب او ضيع ضربه جزاء لمنتخب اليمن في الدقيقه 95، وانتهت المباراه بفوز منتخب عمان 3-2 على منتخب اليمن. المباراه الثانيه كانت ما بين السعوديه والعراق، وانتهت 2-0 لصالح المنتخب العراقي طبعا. وقطر هتواجه البحرين بكره الساعه 6:15 ان شاء الله. الجوله الثانيه في المجموعه الثانيه بكره، الامارات والكويت وقطر مع البحرين. طيب انا المفروض برضو النهارده كنت اخد الفقره العالميه، نتائج الدوري الانجليزي والدوري والدوريات الاوروبيه وكاس الاتحاد الانجليزي، بس مفيش وقت، لازم اطلع فاصل عشان نروح للاستاذ احمد قصاص. هنأجل بقى معلش الفقره العالميه لبكره، نعرف نتائج الدوريات الاوروبيه كلها بكره ان شاء الله يوم الثلاث بكره، نجيب لكم كل النتائج بقى عشان الوقت طبعا جري بينا شويه. فهنطلع فاصل ونستقبل بعد الفاصل الاستاذ احمد القصاص، ونظره بقى شامله لدوري الممتاز بدوري القسم الثاني بعد الفاصل ان شاء الله. خلينا نرحب بالاستاذ احمد القصاص طبعا الناقد الرياضي ويعني اسطوره الممتاز به. ازيك يا استاذ احمد؟ ومش الممتاز به بس، القسم الثالث والرابع كمان. ازيك يا استاذ احمد؟ ربنا يخليك، اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب. الحمد لله وانت طيب. وسنه جديده كده تكون سنه سعيده عليك يا رب. علينا وعليك وعلى الشعب المصري يا رب. يا رب ان شاء الله نلاقي مصر كده في ايه؟ تنظم كاس عالم كده وبنفرح زي ما احنا فرحانين كده، تبقى ايام خير علينا يا رب. يا رب ان شاء الله. استاذ احمد قول لي يعني قبل ما نتكلم في الماتشات والنتائج، ايه الجديد في دوري الممتاز به؟ كل الانديه على فكره بتتساءل دوري المحترفين هيتعمل ولا لا؟ هيتعمل. انا سالت في اتحاد الكوره قالوا لي هيتعمل. بص خلاص ولا تراجع، ما فيش تراجع في القصه دي خلاص. آه. عشان بس الناس ما تقعدش ايه كل شويه واحد يطلع لك بفتوى شكل. أيوه. خلاص كل القصه خلاص يعني شبه منتهيه، والراعي موجود والدوري موجود. تمام. لكن هي القصه في حاجه بس، انك انت خدتني النقطه لازم نتكلم فيها. انك انت دوري المحترفين هيطبق السنه الجايه بعد في الممتاز به اللي هو 23 24. اه تمام، احنا هنتابع وبس. افتكر الكلام مين بقى يبقى عايش ان شاء الله، نبقى نتقابل ونقول الكلام ده. 23 24 يطبق دوري المحترفين. كل ده هيبقى فيه جزء من انديه اللي هو الموسم الجاي على طول، جزء من الانديه الجماهيريه. اه 24 25 مستحيل تلاقي نادي من الانديه الجماهيريه خلاص. يا ما هو انت السنه دي الفلوس هي اللي هتتحكم. انت السنه دي انت ايوه انت السنه دي تعالى نوديك لحته ثانيه، بلاش كده وكده عشان بس ناكد او نبرهن على كلامي ده. انت عندك في مجموعه اسماعيل مين اللي بينافس؟ بترول اسيوط ولافينا وبترول اسيوط. يبقى انت ما عندكش انديه جماهيريه. والمقص ما عندكش انديه جماهيريه. تعال مجموعه القاهره مين اللي بينافس دلوقتي؟ القناه والسكه الحديد والزد وبتروجيت لا ودجله ودجله الاربعه ثلاثه. دجله والسكه في المركز الثاني وزد وزد ومعاهم القناه في المركز الاول والسكه الفارق 28 28. كلهم انديه شركات برضه. والسكه بيفرق بايه؟ مع ان السكه ده اقدم نادي في مصر بالظبط، بس لكن مش برضو جماهيري. برضه انت رايح فين في المجموعه الثانيه؟ شركات، انديه شركات او استثمار. خلاص المجموعه البحري هي اللي ممكن لا فيها فرق شعبيه لغايه بقى ما تشوف مع بدايه الدور الثاني ايمن المزين هيعمل ايه. ممكن ايمن المزين يكمل الدسته الثالثه بقى. او الرقم الثالث، تبقى كلها انديه شركات. ويصعد ايمن المزين ده اذا بقى البلديه في البلديه عندك البلديه وديكيرنس وديكيرنس وابو قير كل المجموعه البحري مش هتقدر تقول مين يصعد غير في الاخر، غير في الاخر لان صح. المجموعه دي كلهم بيكسبوا بعض وفي المنصوره وتحت بيكسب فوق وفوق بيكسب تحت صح. الموضوع مش ظاهر تماما شكل فيه يعني اللغه. لكن دوري المحترفين السنه الجايه للقسم الثاني هيتطبق. للقسم الثاني هيتطبق، عشان كده بقول لك ان الانديه الجماهيريه خلاص احنا في ايه؟ في حته ثانيه خالص. ايوه. والدوري ده بقى برضه قبل ما نطلع منه هينتهي في نص خمسه في شهر رمضان في اجازه دوري القسم الثاني. اجازه يعني انت عندك التوقف بقى
في يناير هيبقى من 19/1 ل 22/2. ايوه توقف يعني هو اسبوع بس هيتلعب في 22/2. تمام. يعني 19/1 دوري القسم الثاني. دوري القسم الثالث بقى اللي احنا بنتكلم عليه الناس برضو تبقى عارفه من دلوقتي، في رمضان دوري القسم الثاني مش هيتلعب، في توقف. ايوه القسم الثالث بقى اللي محدش النهارده لسه بيبص عليه او بيشوف عليه او بيلقي نظره عليه. تمام. لا ده القسم الثالث النهارده صعب، اللي هو مش هندخل بقى في دهليز كتيره وحكايات، اللي هيصعد من الاخر من ال 12 مجموعه في القسم الثالث ثلاث فرق. ثلاث دوري محترفين. 154 نادي هيصعد ثلاث فرق. هيلعبوا ترقي بقى لغايه ثلاثه من من 12 مجموعه. يعني عندك مجموعه سينا لسه زي ما قال الحاج مصطفى عيسى اللي هو مدير لجنه مسابقات القسم الثالث، لسه مجموعه سينا لعبه امبارح بس، لسه اول مجموعه، لكن بقيه الدوري بادئه. لسه بادئه ماتشاتها يعني. اللي هي ايه مجموعه سينا برضه عشان نقول، فاز جنوب سينا، اتعادل جنوب سينا مع الطور 1-1 اول ماتشين. تمام. وشباب وشرم الشيخ اتهزم من شباب الوادي 3-0، ده اول مباريات في الايه دي جنوب سينا. دي جنوب سينا. اه كان الحاج مصطفى سالته برضه في شمال سينا بقى، في شمال سينا ليه نجمه سينا و... ايوه في الف وب. سالت الحاج مصطفى برضو عيسى، قلت له القسم الثالث شكله ايه؟ قال لي الصعيد هيصفي قبل رمضان. تمام. يعني قبل رمضان هتنتهي مباراه ايه؟ الصعيد اللي هو ايه؟ المجموعه الصعيد، اربع مجموعات الصعيد. انت بتتكلم على القسم الثالث. القسم الثالث. ايوه. بقيت مجموعات مصر كلها هتنتهي، ينتهي دوري القسم الثالث بعد العيد، التصفيات كلها بعد العيد. شهر خمسة يعني. كل الايه؟ المجموعات ديت. حاجة تانية برضو سألت الحاج مصطفى عيسى فيه، في الحاج مصطفى عيسى هو رئيس لجنة المسابقات في القسم الثالث. ومحمد سكر بقى ومجد الشيخ في القسم الثاني. تمام. سألت بقى الحاج مصطفى عيسى سيارة الإسعاف وصلته فعل، لأن ديت برضو بيني وبينك مشكلة ومش عايزة، والمشكلة دي مالهاش حل. تمام. قال لي كنت أنا موجود في ماتش الزرقاء، كان الزرقاء ودمياط أول امبارح، وده كان ماتش قوي جدا. وكانت سيارة إسعاف وصلت، جابوا سياره، وده اللي بيحصل يا كابتن كريم. انا ليه صممت اتكلم في النقطه دي؟ لان الملاعب كلها بتجيب سيارات للجمعيات، الجمعيات دي بكامل سيارات الاسعاف بتعمل 200 جنيه 250 ومش مجهزه ما فيهاش الاجهزه بتاعت فهو صمم وهو في الماتش الاسعاف لازم تيجي الاسعاف الحكومي. لان اللائحه بتقول كده، سياره اسعاف حكومي. دي بقى موجود فيها واقي بلع لسان. أيوه. موجود فيها اكسجين، موجود صدمات الكهربائيه، لا صدمات، لا مسعف مدرب على الحالات اللي زي ديت، يعني ان اله مثلا، يعني حاجات ايه شنطه الاسعاف الاوليه، الحاجات اللي هي موجوده دي. قال لي وانا بقول لك عايزك تقولها عشان احنا دي حصلت في ملاعب مصر كلها. تمام. مش هنقبل في ملعب مفروض اي مراقب للمباريات، لجنه المسابقات او الحكم يروح بنفسه يشوف سياره الاسعاف، لو ما كانتش السياره حكومي وفيها الحاجات دي ما يلعبش الماتش. تمام. طب عايز اسالك سؤال بقى. انت قلت لي انا النهارده هقول لك نتائج القسم الثالث. القسم الثالث. عايز ال 12 مجموعه مين متصدر بس، او مين اللي بينافس؟ عندك اول وثاني. خد بقى المجموعه الاولى، الاقصر 21 نقطه وانا 19. دول الفرقتين اللي بينافسوا. المجموعه الثانيه مكادي 19 نقطه ومركز شباب سوهاج 13. مكادي دي بتاعت الاستاذ احمد الصحيح. ايوه بالظبط. خد بقى عندك بقى الغردقه. شوف بقى التاريخ بقى. المراغه المركز الرابع، سوهاج السادس عنده 10 نقاط. سوهاج السادس في القسم الثالث؟ ما انا كنت لازم اتكلم عشان اوضح للناس الانديه الجماهيريه بتروح فين؟ لازم الانديه الجماهيريه. سوهاج ده كان نادي دوري ممتاز. ايوه لازم الانديه الجماهيريه ديت اللي هي موجوده في القسم الثاني النهارده لازم ياخدوا درس من القصه ديت، لازم يستثمروا، لازم ينموا الموارد بتاعتهم. صح. لان هتحصل اندثار للانديه ديت ما عادش هتشوفها ثاني. المجموعه الثالثه، شباب مغاغه 15، القصيه 15. بني سويف 22، بني سويف نادي بني سويف نادي العريق اللي صعد ممتاز. ايوه 22 نقطة في القسم الثالث يا جماعة خلي بالك. نجوم مصر 22 نقطة. تمام. النجوم في المجموعة نادي الخمسة نجوم. نادي النجوم محمد طويل تاريخي العريق. طب. اللي طلع كتير وكان محمد صلاح مرة هناك مرة. ما انا يعني انا السنة بتاعت الصعود. أيوة. بتاعتنا بتاعتك طبعا، ده كانت سنة حلوة وكانت أول سنة ليا كمدير كورة. ودي بقى طالما انت قلت الحته دي، الانديه عايزه ايه؟ عايزه استثمار وقيادات اداريه زيك كده، زي انت بتتكلم كده. تمام. قيادات اللي موجوده في الانديه دي تقدر. النجوم مين بينافسوا؟ النجوم بقى مصر التامين 27، بس النجوم بقى فارق، واف سي 25، بس النجوم فارق صح؟ فارق 36. لا فارق ومصر التامين 27. تمام. فارق حوالي 9 بونت يعني. بالظبط. اتحاد الشرطه 35، ايجيبت 33. قالوا ايجيبت. قالوا ايجيبت. قالوا ايجيبت. والشمس معاهم 30 نقطه. اسكو في المركز الخامس، اسكو التاريخ لاعب ممتاز سابق ولاعب ممتاز. البلاستيك الاخير 11 نقطه، يعني انديه تزعلك تخليك طبعا. انت
الناس اللي في القسم الثاني بس بلاعب دوري ممتاز برضو. ايوه الناس في القسم الثاني تبدا تاخد دروس من الكلام ده. بالظبط. الشرقيه في المجموعه السبعه، الشرقيه متصدر مع الدكتور حمدي مرزوق بعد ما رجع لرئاسه النادي حاجه جميله، 22 نقطه، المريخ 20 نقطه، بور فؤاد 18 نقطه. يعني شوف انديه، خد عندك بقى ايه، بلبيس سبق وصعد، فقوس. مين المريخ؟ الشرقيه 22، الثاني المريخ 20، بور فؤاد الثالث 18 نقطه. بيصعد من كل مجموعه كام فرقه؟ فرقه واحده بس، فرقه واحده، ويلعبوا ترقي. هيصفوا بقى مع ال 12 مجموعه محافظات بقى. نجمة سينا المجموعة الثامنة، نجمة سينا 22، العريش 21، 6 اكتوبر 18. ناخدوا المجموعة الثامنة، جنوب سينا اللي هي الثامنة ايه بقى؟ ب. جنوب سينا دي الأول، أول اللي أنا قلت لك عليها لسه، جنوب سينا والجولة دي دي خمس فرق بس. جنوب سينا، شرم الشيخ، الوادي، أبو زنيمة، الطور، عشان المسافات تبقى قريبة من يلعبوا بعض. المجموعة التاسعة بني عبيد 29، الدكتور هرمس رضوان الله يرحمه. بالقاس 27، بالقاس 7. ابن دكتور هرمس مسك النادي صح؟ ابنه. بني عبيد 29 وبالقاس 27، دمياط 25. دمياط فيها اسامي كبيره للمجموعه دي. ايوه فيها ايه كمان؟ نادي فيها بالقاس 6، فيها الزرقاء، في وكمان فيها الشربين. شربين لا سبق لا فيهم والزرقاء سمنود، غزل دمياط. فرقه جامده. غزل دمياط ايه؟ اللي كان طلع يعني فتح الكره المصريه. غزل دمياط كام الاخير؟ نادي رايه، وده النادي ده اللي انا بقول في كفر الدوار. ايوه ده انا بقول، لان منير عقيله وعاملين هناك نادي كويس والله، ومنظومه بلدنا دي، دي منظومه بصراحه. انا احيي كل الناس، نادي رايه كل الناس بيبني استاذ جديد والله، حاجه ده غير نادي غزل كفر الدوار. لا 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 خالص، هيبني استاذ جديد، حاجه منظمه جدا. طب كويس. منير عقيله بيدرب الفرقه، كابتن منير عقيله مدير فني، ابن كفر الدوار برضه. معاهم مجموعه بصراحه منظمه جدا كويس. يعني كلهم نادي رايه. ومين بقى نادي رايه بقى؟ 33 دمنهور، 30 دمنهور نادي كبير برضه. لا وبعدين ايه، في فرقه كلها صعبه ممتاز به، الدلنجات ممتاز به، كوم حماده ممتاز به، نادي بدر ممتاز به، نادي ميه البحيره صعد ممتاز به، دسوق، مركز شباب منطمير بينافس في المنافسه 20، رغم ان مركز شباب منطمير ايه زي ما بقولهم يعني متحت. بس رايه ورايه ودمنهور هم 33 30 تمام. فبمطامير برغم ان متحت السيد عامل زي ما بيقولوا فرقه برغيف وحته الجبنه، جايب لعيبه بايه؟ ب 1000 وب 500 وب 2000 وب 3 وبينافس. هنا بقى الايه؟ العقليه الاداريه اللي تقدر تقول ايه؟ تعمل حاجه. نادي الزعفران، نادي بلطيم سبق ولعب، نادي كوم حماده، مجموعه كلها انديه سبق معروفه. طبعا صيد المحله طبعا 30 نقطه في المركز الاولاني في المجموعه 11، ماليه كفر الزياد الثاني 25، تلا، عصمصون. عصمصون ده في سنه من السنين اللي طلع منه محمد صلاح. سبق قبل كده عصمصون، ده كان في ماتش فاصل بين دمنهور وبين الكروم، كان دمنهور لو اتعادل مع عصمصون يصعد. كسب دمنهور 1-0. عصمصون، شوف النهارده عصمصون فين. المجموعه دي مين فيها كفر، مين اللي بيتصدر؟ المتصدر بقى صيد المحله 30 وكفر الزياد، كفر الزياد 25 نقطه. تمام. في المركز الثاني المجموعه ال 12 ديلفي 32، طلائع الاسطول 22. خد بقى عندك الضبع، دي بحري، دي بحري دي بحري والساحل الشمالي، في انديه لعب اللي هي مطروح يعني. شوف بقى مين اللي لعب عندك، الضبع، الرجاء، السلوم، الجزيره مطروح، نادي مطروح نفسه لعب ممتاز به. فانا ده بس بوضح للناس، كلها انديه شعبيه، انديه شعبيه، ولازم الناس تبقى عارفه الانديه دي بتعمل ايه. تمام. واتمنى الناس تاخد دروس عشان ما اطلعش من الحته البعيده دي. طيب. سريعا بقى هنقول على حاجه، اخر مدربين راحلين، الكابتن طبعا حسن كفته من بايونيرز، تعيين طبعا كابتن عيد مرازيق. ممكن عيد مرازيق مسك بايونيرز يقلب موازين المجموعه، لان ايه، عيد مرازيق مدرب كويس. طبعا. ورحيل كابتن كرم جابر عن العبور، وكابتن هاني العقبي اول مكسب له، بس اتمنى ان هم يوفروا له الامكانيات اللازمه. كابتن هاني العقبي مسك العبور بالظبط. تمام. رحيل عبد اللطيف الدوماني من نابورون، حزين جدا. رغم ان اللي جاي مكان ياسر عبد الواحد، انا حزين دوماني كان عامل شغل كويس، عامل شغل كويس معنا بارون، وفي يعني تناغم بينه وبين اللعيبه، وبيقدر يلم اللعيبه. النتائج وحشه الفتره اللي فاتت، مفيش غير ماتش واحد هزيمه مشهور. طب ليه مش ده كسبان فرق كبيره كمان؟ دي كان طبعا كان كسب مرميه انا فاكر، وكسب نادي من غرائب وعجائب ده مجموعه بحري. وده انا بشبهه بالظبط زي احمد ساري كان في اليوم بالموسم قبل اللي فات. طيب نخش في الماتشات، عشان 24 ماتش، جميع الماتشات، كل الماتشات معانا موجوده معانا، ثلاث مجموعات يعني هنلحق نقول الصياد بالعافيه بقى. يلا نبدا بالمجموعه الاولى، مجموعه الصعيد، نشوف كده نتائج الجوله 13. احنا وصلنا للجوله 13، عارفين كل مجموعه فيها 16 فرقه، يعني الدور الواحد 15 جوله، فاحنا كده ناقص لنا جولتين
والدور الاول يخلص. الحاج عامر حسين قال لي هيخلص الدوري زي ما هو في 25 في نص 5 ينتهي دوري القسم الثاني هو ومحمد سكر ومجد الشيخ اعضاء اللجنه. طيب خلينا نروح لمجموعه الصعيد. نتائج الجوله 13 ديروط واسمنت اسيوط 0-0. شبان هنا فازوا على ملاوي 1-0. بترول اسيوط كسب الفيوم 1-0. لافينا فاز على النصر التعدين 2-0. كيما اسوان كسب تليفونات بني سويف 4-0. الالومنيوم والمنيا تعادل سلبي 0-0. المدينه المنوره عملت مفاجاه وكسبت المقصه. شديد يناوي بصراحه بايه؟ 3-2. كابتن شديد مسك المدينه المنوره. مفيش فلوس، الراجل بيعمل كل حاجه، وهو كمان هو وابنه محمود اجروا عمليه لحارس مرمى هناك، يعني اشكرهم. هو ما حدش يعرف ان انا عرفت القصه دي، هو ما بيحبش يفصح عن الحاجات دي. لكن انا بقول ده درس للناس. كله ساند طالما. طبعا الجونه كسب مركز شباب طوميه 2-1. خلينا نشوف كده مع بعض الماتشات والاهداف في المجموعه الاولى، مجموعه الصعيد. يلا يا استاذ احمد نبدا بماتش ديروت واسمنت اسيوط رغم انه انتهى 0-0، لكن معانا لقطات من المباراه. ديروت بيلعب في استاد بني سويف. بالظبط بني سويف. طبعا ديروت كابتن سعد فاروق عمل نتائج كويسه. واسمنت اسيوط يوسو جونزاليس وده المدرب اللي احنا قلنا عليه الجديد المجري. ويعني نتائجه مش هي وانا قلت ان هو ممكن ياخد موسم كامل، بس انا بقول ان ديروت يعني ضيع مكسب، ان ضيع مكسب اقوى مفروض. صح، سعد فاروق عامل فرقه بصراحه. يعني كابتن سعد مدربين كويسين جدا. دي مباراه ملاوي وشبان انا 1-0 لصالح شبان انا. بيلعبوا على ملعب بترول اسيوط. كابتن هشام عبد المنعم طبعا يعني في ظل امكانيات يعني محدوده لكن عامل نتائج كويسه مع بترول اسيوط. لا ده انا بتكلم ده ملاوي وشبان قنا دول. ملاوي وشبان قنا ده إيه. شبان قنا كسب 1-0 بهدف احمد جمال. ده بقى ابراهيم صدق. ده ماتش بترول اسيوط والفيوم اهو. بترول اسيوط كسب 1-0. وليد عطيه الهداف هو اللي جاب الجول. لعيبه كويسه جدا وليد عطيه. بترول اسيوط بالاحمر ووليد عطيه لطش الكوره كده بلمسه المهاجم. حريف وليد عطيه حريف. لا حاجه مميزه جدا. 1-0 لصالح بترول اسيوط على الفيوم بهدف وليد عطيه. كابتن المنيا هو ماتش وحيد مؤجل في المجموعه دي، المنيا مع شبان هنا. تمام. نروح لماتش لافينا والنصر التعدين في ملعب الاسيوطي اللي هو ملعب لافينا يعني 2-0 لصالح لافينا. هشام نيمار ورجب مارو، هشام نيمار ده لعب معاهم يا جماعه في الدوري الممتاز. ورجب مارو لافينا طبعا بالتيشيرت الاصفر. ومنافسه شديده على فكره في مجموعه الصعيد السنه دي. رغم ان وائل حبيب عامل عقود ما حدش صدقها، الناس مفكر ان ايه 300 400 الف. لا اهل عقد 8000 جنيه. والله والله في لافينا. والله ما هو صاعدين من القسم الرابع بس بقى. عشان مستر محمود اسيوطي ووائل حبيب منظمين شويه. ايوه ده فرق بين المنظم وغير المنظم. رجب مارو ده لعيب سهل ممتع حاجه كده ايه، حتى جوانه تلاقيها كلها يعني حرفنه فيها حرفنه يعني. كيما اسوان فاز على التليفونات 4-0. كيما اسوان بالاخضر كابتن علي عاشور اخيرا. واحمد ابو مسلم مدرب عام. باري اللي جاب الجول الاول لكيما اسوان وبعدين الهدف الثاني احمد حسين تسديده من خارج ال 18. احمد حسين تسديده قويه وبعدين حسام بازوكا الهدف الثالث. فوز كبير لكيما اسوان على التليفونات. حسام بازوكا الهدف الثالث. اتمنى ان هم مجلس اداره جديد ما يعملش دروب مع علي عاشور واحمد ابو مسلم. لازم يجيبوا لهم اللعيبه طبعا اللي هم عايزينهم في يناير، لان ممكن ده يفرق مع كيما الدور الثاني. طبعا الهدف الرابع بقى كان احمد وائل. الهدف الرابع بالنسبه لكيما اسوان احمد وائل في الشوط الثاني. فوز كبير لكيما اسوان على التليفونات بني سويف. بيدربها كابتن عماد عبدين طبعا. ده الهدف الرابع. هدف حلو والله لاحمد وائل. كوره كده جسمه مش معدول عملها بشكل كويس جدا. الالومنيوم والمنيا برضو تعادل سلبي 0-0 في استاد الالومنيوم في نجع حمادي. والالومنيوم بتيشيرت الكحلي والمنيا بالاحمر وتعادل سلبي 0-0. الالومنيوم كابتن ابو طالب العيسوي. ابو طالب العيسوي. والمنيا ومنها كابتن نبيل محمود. كابتن نبيل محمود ده عامل نتائج كويسه. ما فيش ولا هزيمه من يوم ما مسك. وده يحسب لنبيل محمود طبعا في ظل امكانيات متواضعه جدا واصابات كتيره في المنيا. دي مباراه المقصه والمدينه المنوره في استاد بني سويف. ومفاجاه المدينه المنوره بقياده الكابتن شديد قناوي بيفوزوا على المقصه 3-2. المدينه المنوره بالتيشيرت الابيض. واحنا اخترناه من ضمن افضل المدربين شديد قناوي. ايوه احمد سعد الهدف الاول المدينه وبعدين المقصه
اتعادل بهدف احمد رأفت. المقصة يا كابتن بيلعب على بني سويف. على استاد بني سويف. بس استاد بني سويف كان احسن من كده، مش عارف ليه الارضيه اتأثرت شويه. كان احسن من كده. وفي مشاكل وعندهم 8 قدموا استقاله في مجلس اداره. يعني اتمنى الانديه الجماليه ديت يعني ايه يعود الاستقرار اليها سريعا. ده هدف يعني تاني للمدينه المنوره، وكده المدينه بتتقدم 2-1 على المقصه. احمد سعد زي ما قلت لكم جاب جولين، وعمر مصطفى هدف. كابتن شديد هنا واقف على الخط اهو، طبعا سعيد بلعبته. وده الهدف الثالث للمدينه المنوره. الراجل ده مدرب بصراحه، ياخد فرصته بس في نادي تشوف بصمات كابتن شديد قناوي. الهدف الثالث، بقت النتيجه 3-1 لصالح المدينه المنوره. المدينه المنوره كمان يعني النتائج كانت وحشه جدا السنه دي في المركز القبل الاخير. ايوه بالظبط. بس بدا يتحسن هو مع كابتن شديد. مع وبعدين كسبان المقصه، احد الفرق اللي بتنافس. اللي بتنافس. بس خطأ طبعا واضح من حارس المقصة. بتنافس رغم العقبات اللي عندها. أيوة. وعدم القيد زيه. ايقاف القيد. طبعا زي استر كامباني مع كابتن محمد صلاح. وبعدين هدف بقى المقصة في الاخر، الهدف الثاني علي المصري. بس الماتش خلص 3-2 لصالح المدينة المنورة. المدينة المنورة طبعا احد اندية الاقصر. كل اللي بيعانيه كابتن شديد هو بيعاني من ايه؟ ما هوش عايز حاجة. غير انه لما ينزل في مكان ينام في فندق بس، مش في نزل شباب. مش في بيوت شباب. دي مباراه مركز شباب طاميه والجونه، و2-1 لصالح الجونه. الجونه لابس الابيض، طاميه تقدم اخر دقايق بهدف محمد صبري. 1-0 لصالح الطاميه. وبعدين الجونه تعادل بهدف حسام ايفونا، وبعدين جاب جون الثاني محمد انور. وانتهت المباراه 2-1 لصالح الجونه. سريعا بقى بطلوع اسيوط، فرق بتنافس بقى الأول. يعني من الاول للرابع بطلوع اسيوط 30-29 لافينا، الجونه 27، مصر المقصه 25. دول اللي بينافسوا يعني تقريبا، هم دول اللي هيستمروا نهايه الموسم. النصر التعدين طبعا 19 في المركز الخامس، اسمنت اسيوط 17، الالومنيوم 16، وكيما اسوان في المركز الثامن 16 نقطه. من بعد الرابع في فرق كبير في النقاط. كل دول بقى اللي جايين دولت، كل الناس ديت في نفس ايه، في صراع الهبوط. عندك لا ديروت طبعا 15 فوق، المنيا 14 فوق، ملاوي فوق 14، خد عندك من اول طاميه 13، وشبان قنا 12، والفيوم 12، تليفونات بني سويف 10، والمدينه 9. بدات الرؤيه تتضح زي ما قلت لك. وده هتبان سريعا كابتن كريم. طبعا نروح سريعا احصائيات مباراه الجوله اللي جايه ديت. تليفونات بني سويف مع لافينا، اسمنت اسيوط مع كيما اسوان، شبان قنا مع طاميه، مصر المقصه مع الجونه، المدينه المنوره مع الالومنيوم، النصر التعدين مع بترول اسيوط، والمنيا مع ديروت، والفيوم مع ملاوي. مين اكتر فرقه عندها يعني فرص؟ لافينا والجونه وبترول اسيوط. لافينا والجونه الامكانيات الماديه، بترول اسيوط بس يعني انا كل مشكله عندي الامكانيات الماديه. لو متوفره عندهم امكانيات ماديه نفس يعني مين اقرب؟ اقرب يعني اثنين. الاقرب يعني انا بقول الجونه. الجونه وبعديها لافينا على طول يعني، وبعدين بترول اسيوط. وهم لافينا والجونه مسافه واحده يعني. ما تقدرش تقول عليهم. الاحصائيات يا كابتن كريم بسرعه كده. بسرعه بعد 13 جوله، اجمالي المباريات 103، مباراه انتهت بفوز 72 مباراه، مباراه انتهت بالتعادل 31، 22 ايجابي 9 سلبي، فوز خارج ارض 72 مباراه، 43 داخل الارض، 29 خارج الارض، اهداف المجموعه 238 هدف، الهدافين 168 لاعب، 39 ركله جزاء، 27 تم تسجيلها واهدرت 12 ركله، عدد الاجهزه الفنيه اللي تم تغييرها في المجموعه 10، الهدافين في المجموعه ديت رجب مارو لافينا 8 اهداف، مصطفى صدفه بطلوع صوت 6 اهداف، كل من 5 اهداف بقى حماده جلال تعدين، حسام ايفونا الجونه، ابراهيم السامولي بطلوع اسيوط يا كابتن كريم. طيب نروح للمجموعه الثانيه سريعا عشان الوقت بيجري بينا، والمجموعه القويه والمنافسه الشديده ما بين القناه وزد ووادي دجله والسكه الحديد اللي عامل نتائج رائعه الفتره اللي فاتت مع الكابتن امير عزمي مجاهد. نتائج الجولة 13 في المجموعة الثانية، زد فاز على منتخب السويسي 2-0، العبور كسب كهرباء اسماعيلية 2-1، مستقبل وطن فاز على المصرية اتصالات 3-0، وادي دجلة كسب بورتو السويس 4-0، السكة الحديد وصل انتصاراته وكسب الانتاج الحربي 1-0، القناة المتصدر كسب النصر 1-0، الترسانة والاعلاميين 1-1، بتروجيت فاز على ايسترن كومباني 2-1. شوف الماتشات كده مع بعض، نبدا ماتش زد مع منتخب السويس في استاد القاهرة، انتوا عارفين نادي زد بيلعب ماتشاته على استاد القاهرة، وقدر زد يفوز 2-0، هدف محمد عصام الهدف الاول،
وبعدين الهدف الثاني محمد سمير مدافع طبعا نادي المقاولين العرب والاهلي السابق. ايوه بيفوز بيجيب الهدف الثاني، هدف الفوز لزد، وبيكسب زد المنتخب السويس، زد بقياده كابتن مجدي عبد العاطي والكابتن وليد صلاح الدين طبعا ومنتخب مدير السويس الكوره كابتن ياسر الكنان. طب دي مباراه العبور وكهربة اسماعيليه، فوز العبور 2-1، العبور العبور بالازرق. اول ماتش للكابتن هاني العقبي. هاني العقبي مع العبور. بالظبط، واول ماتش برضه رضا عطيته مكان اشرف خضر في كهرباء الاسماعيليه. عشان كابتن اشرف مسك الاسماعيلي. ايوه بالظبط. العبور تقدم بهدف عمرو الجزار بضربه راسيه، وبعدين كهربة اسماعيليه تعادل بهدف محمد عريبي، ده هدف محمد عريبي 1-1. ده ملعب العبور يا ملعب العبور. انا شايفه ملعب حلو والله. ملعب كويس، ملعب جميل على الاقل بين جماهيره. العبور اللي هو مدينه العبور صح؟ ايوه مدينه العبور اللي هي في طريق اسماعيليه. مش انا بقول لك ما فيش حاجه ما تعرفش؟ لا انا عشان ما روحتش الملعب ده قبل كده بصراحه، بس انا عارف مدينه العبور يعني، كنا بنروح نشتري فاكهه من هناك سوق العبور. والهدف الثاني بقى هدف الفوز للعبور باقدام رضا حسن، والعبور كسب 2-1. واول بنقول مبروك طبعا لكابتن هاني العقبي، اول مباراه بيفوز كابتن، كان كابتن كرم جابر هو اللي كان ماسك قبل. ايوه قبل. طب مشي ليه؟ نتائج يعني نتائج برضو هو مش مستريح خلاص. طيب دي مباراه مستقبل وطن ومصريه اتصالات، كابتن سامر ابو الخير طبعا، كابتن سامر مدرب مستقبل وطن طبعا، كان مدرب ناشئين الاهلي، ومعاهم كابتن تامر باجاتو كمان مدير الكوره. تامر باجاتو عامل شغل جامد جدا صراحه، جم عامل وبالدليل انك هو كسبان مصريه اتصالات كلها فنيات، كلها امكانيات ماديه كتير، كل حاجه متوفره في الاتصالات. مستقبل وطن بقياده كابتن سامر وكابتن تامر باجاتو بيفوز على المصريه اتصالات 3-0. احمد كيشو جاب الجون الاول، ومحمد جبر الجون الثاني، واحمد الشعراوي الجون الثالث. مكسب كبير بصراحه. طبعا الفريق ده تحول خالص من ساعه ما مسكه كابتن سامر وكابتن تامر باجاتو. هو كابتن بص انت عايز واحد يشتغل يعني بيفهم، واحد صنايعي مش واحد ايه. دي مباراه بورتو السويس ووادي دجله في استاد الشرطه، الملعب اللي بيلعب رغم عليه. ان ايجور توليتش مدرب دجله كسب بورتو مدرب اشرف توفيق، لكن انا بقول ان فنيا فرقه بورتو السويس افضل من. لا السنه دي وحشين يعني، عندهم لعيبه. لا هم عندهم عدم توفيق غير عادي. علي حسين لاعب دجله جاب 3 اجوان هاتريك، وهو هداف المجموعه 8 اهداف. علي حسين اول لاعب يجيب هاتريك. لا علي حسين لعيب مميز، ما ده لعيب ممتاز. وعلى فكره دجله بالتيشيرت الابيض وبورتو السويس بالتيشيرت الازرق. علي حسين بيجيب 3 اهداف لوادي دجله، وفوز دجله 4-0 على بورتو السويس. ده بيوريك ان الاجانب برضه اما بياخدوا خبره. جورت ليتش واخد بالك، خد الخبره بقى عنده ايه، مدرب كرواتي ومالوش قبل كده. مع كابتن محمد عبد الواحد. معاه كابتن كان معايا ضيف امبارح. أيوه. كابتن محمد عبد الواحد. ايوه. 3 اهداف لعلي حسين طبعا فرحان، وهاتريك. في اخطاء بس كتير من دفاع بورتو السويس، بص المدافعين الكره يعني بتتاخد منهم بشكل غريب جدا، وعلي حسين بيحرز الهدف الثالث لوادي دجله. بعدين الهدف الرابع لوادي دجله عن طريق محمد ربيعه، فوز كبير لوادي دجله على بورتو السويس. بيلعبوا على ملعب الشرطه. شرطه. بورتو السويس اللي ده ملعب بورتو السويس. كانوا بيلعبوا بورتو السويس في السويس. دي مباراه الانتاج الحربي والسكه، وقدر السكه يفوز يعني 1-0. بصراحه امير عزم مجاهد عامل شغل جامد، مدرب عامل شغل جامد قوي، شغال معاه وليد انور كمان اداري، عارف تحس ان المجموعه كلها متجانسه. ده مصطفى عبد الوهاب اللي جاب الجول ده بدماغه. دي مباراه القناه بقى المتصدر مع النصر 1-0 للقناه، محمد امين مغربي بضربه راسيه. وانا يعني انا الاقرب يعني كابتن حليم، يعني بقول كابتن محمد حليم. محمد حليم مدرب قادر. أيوة. ان هو يعمل حاجه ويصعد في المجموعه ديت، وهو اقترب من ضم ابراهيم عيسى لاعب الاتحاد السكندري، وعلى وشك يمشي حسام باولو من عنده من القناه، لان هو كان راجع من المنتخب الشاطئيه وهو مصاب، ما قدرش يتجانس بسرعه، ففي ثلاث فرق عايزينه، ديكيرنس وابو قير. دي مباراه الترسانه والاعلاميين 1-1. كابتن خالد عيد قال لي انا شغال يعني معنويا على اللعيبه، بتخرج بالعافيه من موقعها. أيوة. بتاعت السكه الحديد دي ده هدف الاعلاميين داوود كمارا، وبعدين الترسانه تعادل بهدف كريستوفر مندوجا، وفي واحده جت في الاخر في الوقت الضايع لمندوجا. ايوه لمندوجا.
ايوه مش عارف ضاعت ازاي اخر ثانيه مش عارف ضاعت ده الحظ اللي وقف ضد كابتن خالد يكسب. ايوه انت عندك افضل رئيس نادي واحسن مدرب في مصر وافضل لعيبه، ما هو ده اللي بيحصل معاهم ايه يعني عدم توفيق. عدم توفيق دي الكوره بصوا بتاعت الترسانه يا جماعه في الاخر في الوقت الضايع. بص فين بص من دوجا فين كابتن خالد طلعها من على خط في مدافع طلعها من الاعلاميه على خط المرمى. كابتن خالد عيد بعتها لي على الواتساب قال لي مش ممكن يعني انا الكوره دي مش ممكن من اسهل الكور شفتها في حياتي. الكابتن محمد حليم طبعا يعني منى المنتظر ان هيبيع حسام باولو وبروكسي عرض فيه مبلغ 300,000 جنيه تمام. ممكن نروح بروكسي. دي مباراه ايسترن كومباني وبتروجيت وهدف التقدم لايسترن كومباني محمد شيكا في ملعب ايسترن كومباني بقى طبعا هنا في العمرانيه في الهرم. محمد شيكا وبعدين قدر فريق بتروجيت انه يتعادل بهدف سامح ابراهيم الظهير الايمن. أيوة. اللي كان دايما في انديه أيوة. كتير عايزه تتعاقد مع سامح ابراهيم، هو كمان باك رايت بس هداف يعني. طبعا كل الشكر لكل المراكز الاعلاميه طبعا طبعا. وبعدين خالد ابو زياده جاب الجون الثاني جون المكسب لبتروجيت في الشوط الثاني. عندنا تطور هائل في المراكز الاعلاميه بصراحه، خطا من حارس المرمى في التصوير وحاجات جميله بتحصل في الانديه. انا سعيد والله ان معانا الماتشات كلها والتصوير اتحسن كتير. معانا محمد الشامي بسم الله ما شاء الله يعني. طيب سريعا القناه 31 نقطه، السكه الحديد 28، وادي دجله 28، زد 28، ترسانه 20، المصريه اتصالات 19، السويس 19، بتروجيت 18، العبور 17 طبعا العبور 17، بورتو السويس 14، المنافسه في ديت على الهبوط اكتر من الصعود كمان. أيه. الانتاج الحربي 13، استر كامباني 12، وكرابال اسماعيليه 11، مستقبل وطن 11، قبل الاخير النصر 11، والاعلاميين 6. احصائيات المجموعه دي يا كابتن كريم، اجمالي مباراه المجموعه 103، اجمالي مباراه المجموعه ديت 104 ما فيهاش مؤجلات. انتهت بالفوز 78 مباراه، انتهت بالتعادل 26، 15 ايجابي 11 سلبي. الفوز خارج الارض 35، اهداف المجموعه 223 هدف، الهدافين 156 لاعب، ركلات الجزاء 30 سجلت 26 وهدرت 4 ركلات فقط، عدد تغييرات الاجهزه الفنيه 11، هدافين المجموعه علي حسين ودي دجله 8 وطبعا هاتريك لكل من محمد سمير زد، اسماعيل بامبا بتروجيت، عمرو مصطفى السويس، محمود بيصت دجله، 5 اهداف يا كابتن كريم. تمام. نروح سريعا، عايز بس اقول الجوله المباريات اللي جايه الجوله القادمه، الترسانه مع بتروجيت، ترسانه مع بتروجيت مباراه جامد طبعا، السكه مع بورتو السويس، منتخب السويس مستقبل وطن، مصريات اتصالات مع العبور، الاعلاميين مع القناه، النصر مع الانتاج الحربي، كهربال اسماعيليه مع ايستر كامباني، وادي دجله مع نادي زد. ماتشات جامده كلها، فرق قويه وفرق بتنافس. هنطلع فاصل سريع وبعدين نرجع بقى ناخد الجوله ال 13 في المجموعه الثالثه، مجموعه اسكندريه وبحري، بعد الفاصل ان شاء الله. نروح للمجموعه الثالثه، مجموعه اسكندريه وبحري، خلينا نشوف نتائج الجوله 13 وبعدين هنشوف الاهداف وترتيب الفرق في المجموعه الثالثه. نبدا بالنتائج. المصري بالسلون كسب نبرو 2-0، بلديه المحله والمجد السكندري 1-1، المنصوره وهلال الضبعه 2-2، ديكيرنس فاز على الحمام 2-1، طنطا فوز على ابو قير الاسميده 1-0، باينيرز وكفر الشيخ 0-0، الاولمبي وسبورتنج 0-0، جمهوريه شبين وبروكسي 0-0. شوف كده مع بعض الاول مباراه، وهي مباراه المصري بالسلوم مع نبرو، والمصري بالسلوم كسب 2-0 مع الكابتن طارق عبد الله. كابتن طارق عبد الله اللي كان ماسك نادي امبي، ايوه بيلعبوا في برج العرب، هم ده في الملعب الفرعي لبرج العرب. الحسن مبارك جاب الجون الاول للمصري بالسلوم، خطا طبعا من المدافع، بص عايز مش عارف عايز يعمل ايه، ادى الكوره للحسن مبارك وقدر يجيب الهدف الاول لصالح المصري بالسلوم، وبعدين في الشوط الثاني اضاف المصري بالسلوم الهدف قنبله لعلي محمود، تسديده حلوه قوي جدا من خارج ال 18، هدف كويس، هدف حلو قوي. المصري بالسلوم طبعا نادي من السلوم مطروح. كل الانديه دي اللي عملها الحاج سعد ابو صندوق بقى والجماعه اللي هناك وحمد حفيظ، الحاج سعد بصراحه عمل حراك كروي في ناحيه، زعلانين على الرجاء، احنا زعلانين والله على الرجاء، هو غصب عنه
يعني ما هو الحمام بيعاني اهوت المفروض يعني اتمنى ان اللي هو خالد شعيب ينقذ نور رسلان وعدل وابراهيم رسلان دافعين 2 مليون معاهم. دي مباراه بلديه المحله والمجد، والبلديه تقدم بهدف السيد ابو منه وبعدين اتعادل نادي المجد بهدف محمد السعيد. المباراه انتهت 1-1 احمد عبد الرؤوف الهدف بتاع المجد شكله جه في الاخر. اللعيبه فرحانه جدا. احمد عبد الرؤوف بصراحه عامل فرقه في البلديه. واتمنى طبعا التوفيق لابراهيم سعيد، بدا يعني ايه يقف يقف الفرقه على رجليها الكابتن ابراهيم سعيد. دي مباراه المنصوره وهلال الضبعه 2-2. المنصوره تقدم بهدف محمد تيجانه. ملعب المنصوره برضه بص الارضيه وحشه جدا. هم كانوا طلعوا مشوا الملعب لعبوا بره، راحوا شربين ورجعوا تاني لان ملعبهم هم بيعتبروه افضل بين جماهيرهم. بس الارضيه وحشه. الارضيه طبعا ما تعرفش تلعب عليها كوره. اتمنى ملعب لازم المسؤولين في منصوره يا جماعه ومحافظه الاهليه يعني يشوفوا حل في قصه الملعب دي. كان قايل لي العميد محمد بسيوني ممكن يبدا يعدي فيه بين الدورين. المنصوره الاهليه محافظه كبيره. طبعا يعني ما ينفعش ملعب المنصوره العريق اللي كان بيلعب عليه افريقيا وماتشات الدوري الممتاز ويبقى الملعب الارضيه وحشه كده. 2-2 ما بين المنصوره والهلال، محمد تيجانه وعبد الله شيكا للمنصوره، وهدفين الهلال بالضبعه اليو بدره ويوسف بيبو. جون ده حلو قوي قوي. اليو بداره. ده اليو بداره؟ جون حلو قوي لهلال الضبعه. اللعيب ده في انديه كتير عايزاه كمان. وده برضه جون حلو بالراس بتاع المنصوره. ده عبد الله شيكا ده ولا تيجانه؟ مين اللي ماسك المنصوره دلوقتي يا استاذ؟ الكابتن احمد ساري. كابتن احمد ساري ده عامل والعميد محمد بس رئيس النادي. ايوه. ومعاه محمد صلاح طبعا مدرب عام. احمد ساري مدرب كبير. طبعا. والله. كان هيصعد الاولمبي السنه. انا زعلت والله لما كان خلاص ما كملش اخر 4 ماتشات. وانا مدير كوره في دمنهور كنت ماسك الكوره معاه. ايوه. الاشراف على الكوره. عمل فرقه ببلاش والله. أيوه. كان بينافس بقى على الصعود ومسك بعديه كمال فريد. ايوه. نافس على الصعود كمال فريد. ابن من احسن مدربين كمال فريد. ما بيشتغلش حاليا. ده ديكيرنس والحمام. والحمام تقدم. بص. ايوه. ديكيرنس اللي تقدم في الاول. ايوه. وبعدين الحمام اتعادل، احمد عيد تقدم لديكيرنس، وبعدين الحمام اتعادل بمحمد مبروك، وبعدين ديكيرنس احرز الهدف الثاني عن طريق محمد رمضان، وقدر ديكيرنس يكسب الحمام 2-1. سعيد صبحي بقى انا بسميه مدرب بطل، اول واحد يكسب الحمام في ملعبه وده يرجع اول واحد. ملعب الحمام ده كمين في ملاعب كده كمين ما تقدرش تطلع منها بنقطه. لكن لولا الامكانيات الماديه برضو كان ممكن الحمام الهزه الماليه عامله مع اللعيبه ضرب. دي مباراه ابو قير الاسمده مع طنطا، وطنطا بالازرق فاز على ابو قير الاسمده 1-0. وابو قير الاسمده بيلعب في ملعب الماكس، في ملعب حرس الحدود. ملعب الماكس حرس الحدود. لكن طنطا خارج ارضه كسب ابو قير الاسمده 1-0. الكابتن عمرو انور طبعا مدرب طنطا طبعا جاي من تحت لفوق بصراحه، اثبت ان هو مدرب شاطر. شكرا مجلس اداره طنطا ان هو تمسك بيه استاذ فاز عريبي. لكن ايمن مزين برضه هيرجع يعني ايه، عمل صفقات كويسه طبعًا يا كابتن طبعًا. اكيد انا متاكد ان ايمن مزين هيرجع مع الدور الثاني ومعاه احمد نبيل. دي مباراه بايونيرز وكفر الشيخ، تعادل سلبي 0-0 في ملعب شربين. شربين عيد مرازيق طبعا بايونيرز، وعبد الفتاح عبد الرازق بيعاني، بيقول لك ان مجلس اداره ما همش على تواصل معاه. وده عامله له ازمه، وانا بحيي عبد الفتاح عبد الرازق اشتغل في ظل امكانيات ماديه. يا جماعه انديه جماهيريه لازم تحافظوا عليها. يعني زي نادي الحمام ده. ايوه. دي مباراه الاولمبي وسبورتنج، وانتهت بالتعادل السلبي 0-0 ما بين الاولمبي سبورتنج. ده ديربي في اسكندريه. ديربي طبعا. طبعا هيمسك نادي الحمام مؤقتا بعد ياسر عبد الواحد ما مشى تامر فاروق المدرب العام. وعنده ماتش طنطا اللي جاي، وبعدين 3 مباريات على ملعبه. لو استمر موجود وعمل نتائج كويسه ممكن يستمر. ممكن يكمل. ما كانش في بقى مرشح زي عبد اللطيف الدوماني، محمد اسماعيل. دي مباراه جمهوريه شبين وبروكسي في شبين. المباراه دي في المنوفيه. عصام شعبان. تعادلوا 0-0. وان محمد حامد ياخد منه مدرب بروكسي. نقطه من شبين ده كمين. عصام شعبان بقى النهارده ايه؟ مدرب من الصعب تاخد منه نقطه. انا بحيي محمد حامد وبحيي عصام شعبان لانه جايب لعيبه ب 30,000 و40,000. تعادل سلبي 0-0 ما بين جمهوريه شبين وبروكسي، وده جدول الترتيب يا استاذ احمد. ديكيرنس طبعا 26. ده كل الفرق بتنافس. بتنافس. البلديه 22، المنصوره 22، طنطا 22. انا بصراحه بس ديكيرنس مبهور بعمرو انور بصراحه. ديكيرنس منفرد. منفرد طبعا. 26 نقطه. سعيد صبحي ده مدرب شاطر. كان مع الفيوم وعمل نتائج كويسه جدا.
طنطا طبعا 22، كفر الشيخ 22، جمهوريه شبين 20، بروكس 19، ابو قير 19. انا واثق ان محمد حامد هيخش مع الدور الثاني مع التدعيمات الجديده. بروكس نابارو بروكس نابارو 16، سبورتنج 15، الاولمبي 13. حزين جدا، ان شاء الله الكابتن شريف يخش برضه بالتدعيمات الجديده. أي. الحمام 13 والهلال 13، المجد السكندري 13، والمصري بالسنون قبل الاخير 7 نقاط، واخيرا بينورز 5 نقاط. حزين على بينورز جدا يا كابتن كريم. نروح سريعا للعيبه الهدافين في المجموعه ديت: محمود بصره كفر الشيخ 6 اهداف، ومؤمن محسن شبين الكوم 6 اهداف، اسلام سمير بريد محله 5 اهداف، كل من احمد جمعه بروكسي، اليو بداره الهلال مطروح، ميدو جمال طنطا، احمد العور المنصوره 4 اهداف. احصائيات يا كابتن عمل المجموعه انتهت بالفوز 211 مباراة، انتهت بالتعادل 99 مباراة، 51 إيجابي، 48 سلبي، فوز خارج أرض 78، عدد أهداف القسم الثاني كلها 644 هدف في الثلاث مجموعات، الهدافين في الثلاث مجموعات 437 لاعب، ركلات الجزاء 90، سجلت 69، أهدرت 21 ركلة. ناخد منتخب الاسبوع سريعا قبل منتخب الاسبوع بس الجوله القادمه في المجموعه الثالثه. الجوله القادمه في المجموعه الثالثه صح، اللي هي الجوله 14. كابتن نابورو مع جمهوريه شبين، طنطا مع الحمام، كفر الشيخ مع ابو قير الاسمده، الاولمبي مع بروكسي، ديكنس مع المنصوره، سبورتنج مع بايونيرز، الهلال بالضبعه مع بريت المحله، المجد السكندري مع المصري بالسلوم. نروح سريعا لتشكيل الاسبوع يا كابتن. احسن تشكيل في الجوله 13. احسن تشكيل، شكرا طبعا محمد الشامي والف سلامه عليه، هو اللي مدنا بالاهداف مع جمال عقل ومحمود درويش، هاشكرهم على مجهودهم الخارق معايا. وتشكيل الاسبوع يا كابتن: عبد الكافي رجب السكه الحديد من حراس المرمى، كويسه جدا يا كابتن، لاعب حارس المرمى سكه حديد، احمد عيد كنس، محمد امين مغربي القناه، محمد حسام طنطا، حسام بازوكا كيما اسوان، علي محمود المصري بالسلوم، سامح ابراهيم بتروجيت، رجب مارو لافينا، احمد سعد المدينه المنوره، وليد عطيه بترقى صوت. نروح سريع يا كابتن. علي حسين. علي حسين طبعا وادي دجله. ايوه جاب 3 اجوان، من افضل اللعيبه اهم لعيب في الجوله، اصل هو صريح وانا كاتب جنبه اسماء فايه. أيوة. لكن علي حسين طبعا من اللعيبه المميزه جدا، افضل ثلاث حراس مرمى: عبد الكافي رجب حارس مرمى السكه الحديد، تالق خلال مباراته الاخيره امام الانتاج، حسن الحطاب حارس مرمى شبان قنا نجحه في الحفاظ على شباكه نظيفه الماتش الاخير امام ملاوي، محمود شكري حارس كفر الشيخ ويحافظ لفريقه على التعادل امام بينوز، وده سبق له اللعب في نادي سيراميكا كابتن. عمرو انور المدير الفني طنطا افضل مدرب فاز على ابو قير خارج الديار، وامير عزم من جهه السكه الحديد فاز على الانتاج الحربي، ده الفوز السابع على التوالي لامير عزم، وحي امير عزم جامد جدا بصراحه، ورفعه للمركز الثاني مشاركه طبعا مع دجله، ده 28 ده 28 وزد. لكن السكه وزد، لكن السكه بيتفوق بعدد الاهداف. وكابتن شديد قناوي ولا اروع ولا اجمل، مدرب المدينه المنوره فاز على المقصه 3-2 خارج الديار. اشكرك يا احمد على المجهود الكبير وكميه المعلومات والاهداف والنتائج اللي جابها لنا النهارده والمواضيع اللي احنا بنتكلم عليها في دوري الممتاز بيه. اشكرك يا استاذ احمد القصاص، وبشكر كل الزملاء اللي امدونا بالاهداف من كل الانديه في دوري الممتاز بيه. شكرا اشكرك شكرا جزيلا. الراجل ده يا جماعه يعني موسوعه في دوري الممتاز بيه، بشكرك لا عشان انت جزيل. موجود بس حبيبي يا استاذ احمد الله يخليك، وبعدين لما الانسان بيشتغل مع واحد فاهم بيستريح جدا. الله يخليك يا استاذ احمد حبيبي، بشكر كل طاقم العمل النهارده في كوره كل يوم، وبشكر كل المشاهدين، ونتقابل على خير بكره ان شاء الله.